أسعد الله أوقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي نأمل يعني بنهايته إن شاء الله أن نخرج من الجائحة والأزمة التي يمر فيها العالم ككل، متمنين أن يكون العيد القادم يعني عيدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بإذن الله تعالى. يسعدنا اليوم يعني من خلال منصة سيدز أنه نمشي في موضوع الموهبة ونشوف كيف طرق كشفها، ثم كيف ممكن أنا أستثمرها. موضوع كثير واسع، لكن أيضا في نفس الوقت مهم جدا، سواء للآباء والأمهات ليعكسوا ذلك على أبنائهم ويكتشفوا الطاقة، والمعلمين أيضا لكشف طاقات الطلبة اللي كثير من الأحيان في المدارس التقليدية للأسف طاقات دفينة لم يكتشفها أحد، ومركزين فقط باتجاه واحد، وهذا مشكلة في الموهبة. وأيضا كل شخص فينا يمكن عم بيشتغل في شغل هو مش عاجبه أصلا، ففرصة أنه يعيد كشف ما الموهبة التي يتمتع بها، فهي حقيقة يعني تخاطب جميع الفئات وبالذات الآباء والأمهات لتعكس على أبنائهم، المعلمين والأكاديميين ليعكسوا على طلبتهم، وكل واحد فينا عشان يعكسها حقيقة على يعني منظومته الشخصية. بفضل أن يكون في دفتر لأنه إحنا يعني راح نكون نسأل بعض الأسئلة، وراح أشارككم بعض الاستبانات اللي شوي خطيرة راح تعرفك شيء عميق جدا عن نفسك، فأرجو أن يكون في ورقة وقلم حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن. أيضا يمكن كما أشار الدكتورة هند لبعض الأمور التنظيمية، أنا برضو بدي أشير لبعض الأمور التنظيمية عشان تكون الرحلة يعني ممتعة. فهذا الدفتر في النهاية راح يكون هو جواز سفر لك لتتعرف أكثر على ما هي موهبتك. ايضا احنا يعني لما نركب السياره نربط الاحزمه، انا رجاء هون ممنوع ربط الاحزمه، ممنوع نهائي ربط الاحزمه، لانه احنا راح نحلق وبعدين فجاه راح تلاقيني اغوص تحت، يعني بين التحليق والغوص هذه قصه، فارجو ما تربط الاحزمه. فيل فري وشاركنا بارائك، انا كل فتره بعد ما انهي موضوع معين راح اسمح بالمشاركات سواء كانت من خلال المداخلات الصوتيه، لان دائما المناقشات هي التي تغني الطرح، وايضا من خلال الشاتنج اللي مش حابب ايضا من خلال الشاتنج ممكن انه نجاوب عليه. وبالتالي على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن رحلتنا رحلة عميقة شوي، راح تكون رحلة مع نفس البشرية، فلذلك القلم والدفتر يكون جاهز يعني عشان تكون الأمور بالاتجاه الصحيح بإذن الله. سؤال كثير مهم وكثير دائما بطرحه في كل بداية دورة، من أنا؟ من أنا سؤال عميق جدا قد يحمل في طياته كثير من الإجابات وكثير من الترددات، وكيف تنظر إلى نفسك لما تطلع صباحا في المرآة بتفرق كثير. وصراحة بدراسات العلم النفس ثبت أن 75% من الناس ما بيعرفوا نفسهم، وهذا واقع، لأنه لما تحدث عن شخص تقول له والله شو رأيك تقدم لي نفسك، هيك قدم لي نفسك بثلاث أسطر بيحتار. أنا ما بسأل عن اسمك، أنا بقول دائما الإنسان يولد مرتين، يولد الإنسان بهوية لا خيار له فيها تحمل اسمه وتحمل اسم الوالد والوالدة ومكان الولادة وتاريخ الولادة، وهاي هوية ولا إله علاقة فيها غصبا عنه الله وكيله. لكن في هوية أكثر خطورة، هي هوية من أنا النفسية العقلية القلبية اللي من خلالها أستطيع أن أسير في هذه الحياة برحلة ممتعة. ولما إجوا سألوا عن منظومة السعادة، كثير ناس فقد السعادة لأنه ركض وراء أشياء يمكن فقد الاتجاه، والبوصلة مهمة جدا، وأنا بوصلتي إلى داخل النفس البشرية لتستطيع من بوصلة الداخلية أن تختار طريقك في البوصلة الخارجية في هذا العالم الذي يحوي كثيرا من الفرص وكثيرا من التحديات، لكن من يعرف نفسه يستطيع التغلب على كافة التحديات، لا وبالعكس بحولها إلى فرص. أهداف لقائنا لهذا اليوم، ماذا نعني بالموهبة؟ ما علاقتها بالمهارة، الهواية، الشغف؟ أربع مصطلحات خلي ليهم في بالك: موهبة، مهارة، هواية، شغف. هنالك علاقة خطيرة تربط الرباعية. طيب سؤال كثير مهم، أنا كيف أعرف موهبتي؟ كيف يعني أنا أعرف موهبتي؟ فرح ندلك على طريقة معرفة الموهبة وكيف تعكسها على أبنائك أو المتأثرين بك، لأن في النهاية العلم وجد لكي ينقل ولكي يشارك، فبالنهاية العلم لازم تشاركه، وأنا يعني ضد أنه واحد يحشر العلم عن العالم، ربنا أعطاك هاي الطاقة معينة لازم تساعد في نشر العلم والمعرفة حتى نعكسها على أبنائنا ومجتمعاتنا. طرق كشف المواهب في نماذج عالمية، رح أعطي معظم الطرق اللي تستخدم في كشف الموهبة، ثم بعد الكشف كيف الصوت مش واضح. أسماء الآن أنا رح نتفق على نقطة معينة، لما أقول الأمور تمام، لما أقول الأمور تمام أتابع أعطوني رقم واحد 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 واحد،
إذا كان في حد عنده أي سؤال يحط رقم 2 ويسأل. الصوت واضح؟ إذا واحد أعطوني واحد واحد. معناته أختي أسمع عندك المشكلة. أختي أسمع عندك المشكلة بكون. تمام، على بركة الله نتابع. إذا أيضا في عندنا نماذج لاستثمار الموهبة. طب أنا كشفتها، مش الهدف إني بس أنا أكشف الموهبة، لا أنا بدي أستثمرها، لأنه ما فائدة أن تكتشف موهبتك ولا تستثمرها. وصراحة لما سألوا كتير ناس قديش أنت بتحب شغلك، كان سؤال الإجابة شوية عجيبة. 70% من الناس ما بتحب شغلها، وهذا واقع. والأحب يسألوا أكثر، لسه حبوا يسألوا السؤال بصعوبة شوي أكثر. قال مين منكم يا جماعة اللي موجودين معنا، ودائما بسألها هاي في أسئلة تطوير الذات وفي الموهبة، مين منكم ما بيصدق تطلع الشمس عشان يروح يداوم لأنه الشغف وحبه لوظيفته واو؟ مين؟ فهذا سؤال كثير مهم. في ناس لما يصحى الصبح يا الله صارت طالع الشمس، أي ما لحقناش ننام. وفي ناس من كثر الشغف وعشقه لما يعمل أنجز الكثير. هذا ليس كلاما نظريا، وأتحدث عن ناس سجلت إعجازات بإنجازاتها بس من مبدأ العشق لما يريد أن ينجز. فإذا لم تعشق ما تعمل ففي قضية. وبالتالي إحنا القاعدة التي دائما نؤمن بها ونحاول أن ننشرها، اعمل ما تحب تنجح بل تتميز، فإن لم تستطع الله بعينك، حب ما تعمل عبال ما تيجي اللحظة اللي تكتشف فيها. لأنه إذا بتضلك أنت بتداوم في شغل ومش مقتنع فيه، you are wasting your time، عم بتضيع وقتك، بتضيع وقتك، والحياة قصيرة جدا جدا أن تضيعها. أيضا رح نعمل مجال للمناقشات والأسئلة الحوارية، لأنه هاي هي صراحة اللي تغني الطرح من كتب الأسئلة. دائما فيها مجالات واسعة لأنه يعني ننطلق مع بعض في حوارات مختلفة. خلينا أوضح بداية نظام الكون، وكن أنت وانظر إلى بريقك الداخلي ولا تطارد البريق الخارجي. بني الكون على التضاد، ولولا التضاد لا معنى للكون، ولولا التضاد لا معنى للكون. إذا أردت الناس يكونوا زي شخصيتك، أنت بتطلب الناس يكونوا كوبي، وكل واحد is original unique. هذا منطق الخلقة الإلهية. لكن فقدنا بريقنا الداخلي بتقليدنا للآخرين والبحث عن إكس واي وكيف أكون زيه، وبل أنت كن نفسك. عندما تكون نفسك حقيقة وتكتشف بريقك الداخلي الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، ستكتشف كنوز. راح تقول وين كاين أنا عن نفسي؟ العالم مبني على التضاد من أجل التكامل، ودائما أنا أؤمن بقاعدة diversity is integration، وليس diversity هي conflict، لا بالعكس. بس أنا بدي أفهم كيف أوظف التضاد من أجل التفوق، وهذا منطق النفس البشرية. خذ النباتات الحيوانات مكان زمان، التضاد في كل شيء، حزن فرح، ليل نهار، الشمال يمين فوق تحت. الكون لولا الإزدواجية الأزواج بتضاداتها لما كان هنالك معنى للكون، ذكر وأنثى. ولو كان الذكر كالأنثى ما خلق الله جنسين، خلق جنسين للتكامل وليس للتضاد، على أن أفهم من أنا وما الآخر حتى أقدر أكتمل مع الآخرين في رحلة جميلة في هذه الحياة، لكنها قصيرة، فعلى الأقل تكون في الاتجاه الصحيح. وأرجو أن تشاركوني في سؤال مهم جداً على الورقة، هل تحب ما تعمل وكم من 100 بتحب ما تعمل؟ وهي ما حدش راح يطلع على إجابتك، بتحب تشاركنا كان به، لكن هذا السؤال مهم جدا، وكن صادق مع نفسك عشان مهم جدا أقدر أساعد في هذا الاتجاه. وأيضا شاركني في السؤال الثاني، ما أكثر شيء كنت تعشقه في الطفولة؟ يعني بحيث لو كان الوجبة واو زاكية تسيب الوجبة وتضلك جوها، ما هو عشقك في الطفولة؟ وعشق الطفولة مؤشر لشغلات كثيرة، وراح أتحدث في مناهج كشف الموهبة ما علاقة الطفولة في الموهبة، علما أن الموهبة تكتشف على سن 3 سنوات إلى 6 سنوات، 7 متأخر شوية. لذلك مرحلة رياض الأطفال والصف والصفوف الثلاثة الأولى هي مراحل كشف الموهبة، ثم بقت بعد ذلك مراحل صقل الموهبة، لكن كشف في هذه المرحلة. بس لا يعني ذلك أنه إذا اكتشفتها بعدين، أنا أؤمن دائما It's never too late. جميل الشعر، جميل. It's never too late. في ناس اكتشف موهبته على 70 وأنجز، لكن إحنا نقول ليش بدنا إياها في البداية؟ لأنه على 70 شو ضايل؟ مش ضايل إشي. بس لما تكتشفها على 5 سنوات و10 سنوات و12، في عندك 60 سنة
تقدر تستثمر فيها. فعشق الطفولة مؤشر على أعمار كثيرة، عشق الطفولة. السؤال الثالث، لو عاد بك الزمن للوراء وكان بيدك أن تغير شيئاً، فماذا ستغير؟ بحب أني أتوقف هنا، نفكر دقيقة بعدين نتشارك، ثم قبل أن أنطلق في رحلتي. ثلاث أسئلة خطيرة ومهمة: هل تحب ما تعمل؟ كم من مية تحب ما تعمل؟ ما أكثر شيء كنت تعشقه في الطفولة؟ مؤشر خطير. ولو عاد بك الزمن للوراء ماذا ستغير؟ قراءة، اطلاع، اكتشاف، 100% ممتازة أختي تامر. حل الألغاز، أختي فاطمة، جميل. لها علاقة بالديتكتيف ووركس والأمور اللي لها علاقة ب، راح أتحدث عنها إن شاء الله. جميل. عشق القراءة، حل الألغاز، 80% كويس، من نحسنها. الخياطة، حلو. أحب عملي رغم أني غيرت وظيفتي، تمام. التغيير منطق حياة، جميل. الرسم، أحب 90-95، ممتاز. 80 ممتاز، احنا نحاول نرفعها طبعا، هلا بنساعد على رفعها. كتابة الخواطر، جميل أختي فاطمة. So beautiful what you. Diversity is integration. I do believe this. Yes, for course. وأشكرك. أحب عملي لكن أحب التطريز. بالمناسبة يعني بما أنه في، بس خليني أوضح نقطة. أنا من النوع اللي بأمنش بالأمثلة العربية العقيمة. في أمثلة عربية ترى محترمة. ويمكن في إلي يوتيوب يتحدث عن الأمثلة اللي أعاقت كثير منا. يعني مثلا من الأمثلة المعيقة أنا ما بآمن فيها، ما تحملش أكثر من بطيخة. لا إذا تقدر تحمل 20 بطيخة أحمل 20 بطيخة. فطرزي واشتغلي كذا واشتغلي كذا، وبعدين لوحده راح يبين معك وين الفوكس أكثر. وهي من طرق إني كيف أختار موهبتي. يعني أنا بقول لك أحمل 50 بطيخة. أحمل 50 بطيخة بمعنى شوف هنا وشوف هنا، بالأخير راح يبين معك أنت وين العشق تبعك. وإذا بتقدر يا سيدي تنجز 3-4 أمور في نفس الاتجاه كان به، هذا لا يتنافى مع الفوكس. بالعكس أنا كل ما بقدر أنجز بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه وعندي طاقة فليكن. فهذا منطق الحياة. ركوب الدراجات الهوائية، ممتاز أخي عبد الله. تمام باسكال، البطيخ زاكي. إحنا فترة الصيف هلا فيها بطيخ. تعلمت أكثر من لغة، صح. أن اللغات أختي شيخ، الآن اللغات هي مسيرة في الحياة، وأصبح جواب السفر في هذا العالم شئنا أم أبينا. اللغة الإنجليزية ليس قصورا في العربية، فالعربية لغة قرآن ولغة يعني قوية، لكن قصورا في أهل العربية أضعفت لغتنا. لكن لا شك أن تعلم اللغات منطق. معدل المحبة للعمل 50% بدها إعادة هيكلة أستاذ علي، بس إن شاء الله تمشي الأمور بالاتجاه يعني الكويس. مجلة الجريمة، حلو. يعني أنت هون عندك حب الاطلاع والمعرفة وفك الألغاز، ممتاز، وتعلم اللغات، جميل. إذن هنالك العديد، وشاركتونا بالإجابات. لو عاد بي الزمن للوراء لعبت كرة القدم بدل من الملاكمة، حلو. بس واضح أخي عبد الرحمن أن أنت ذكائك إشي اسمه الذكاء الحركي. واضح أن ذكائك الذكاء الحركي، وهذا له استثمارات كثيرة. ما شاء الله بطولات دولية، ممتاز ما شاء الله. حب إلى العمل 200%، حلو أستاذ ضياء. يعني هيك هذا صار عشق. إن شاء الله المدام مش جنبك تسمع أنك بتحب العمل 200%، فإحنا خليه 100% وأعطي المدام شوية، الله يرضى عليك. أيضا بحب تخصص عملي، ما ممتاز حلو. 200% هذا بيكون العشق مهندس ميس، بيكون العشق يعني كتير طاغي على الإنسان، بحيث يعشق عمله إلى درجة عليا جدا يعني بنام وبيحلم فيه، بصحى وبيحلم فيه. وهذا صراحة يعني عشق، ما وراء العشق بكثير. 40% ميس بدها إيجاد اتجاه مختلف لإيجاد طاقتك، وإن شاء الله راح تتحدث عن إيجاد الطاقة. طيب إذا نتابع، شو رأيكم نتابع؟ أعطوني 1-1-1، لأنه 1-1-1 بالنسبة لي معناها تمام، إنه نتوكل ونسير بالاتجاه على بركة الله. الآن تخيل، والتخيل منطق الإنجاز. كنت أدرب بسنغافورة وبدرب معهم في بعض الكورسات في المعهد الإداري بسنغافور. في لوحة مكتوبة في كل قاعة بندرب فيها، لوحة خطيرة جدا، ولما تأملتها وجدت أن هذه اللوحة هي منطق الحياة. اللوحة تقول: If you can dream it, you can achieve it. If you can dream it,
you can achieve it. بقول لك كل شيء يبدأ في العقل البشري. العقل البشري في نعمة كثير ناس معطلينها اسمها visualization، التخيل. ترى كل العلماء وكل اللي نجحوا في الحياة كان منهج الخيال هو اللي انطلقوا منه، ومن الخيال حولوه إلى واقع، وهذا مؤكد، وهذا صار معي في كثير من في حالات من حياتي. فالفيجواليزيشن بتخلي دماغك يشتغل على هاي ويساعدك. لذلك الدماغ البشري ربنا وضعه عشان أنت تبرمجه، مش هو يبرمجك، أنت بتبرمجه. إذا صار الدماغ البشري يبرمجك أنت صرت مدار، أنت مدير، أنت تدير نفسك وليس مدار. ولذلك للأسف 60-70% من الناس مدار، الدماغ بيقول له سوي كذا سوي كذا. أنا بقول لك بالفيجواليزيشن تعرف إذا بتغمض عينيك تماما بتغمض عينيك وبتتخيل إنك أنت في بركة معينة، دماغك بيعتقد إنك في بركة فبيحاول يحميك من الغرق والسقوط، هذا مؤكد. لكن إحنا بنقول معقول، أنت لما تقول معقول بتنسف الدماغ فبتخليه يفكر بطريقة غلط. فيجواليزيشن، ودائما الفيجواليزيشن والتخيل هي بدء النجاح في الحياة. سؤال: كم أنت سعيد في هذه الحياة؟ وراح أختم من هذه المنصة سيدز التي نحترم ويعني نعشق عملنا معها، راح أختم بأنه في استبانة راح أبين لك درجة سعادتك. لكن أنت مبدئيا الآن لو قلت لك من 100% كم أنت سعيد؟ أهلا أخت نوفا. Imagination, Visualization واحدة من الأساسيات الرئيسية في الموارد البشرية. نعم ميز 85 كويس، ممتاز، 70 جميل، 99 حلو. طيب الواحد وين راحت حنان؟ 100% جميل كويس. لا لا احنا ترى كورونا ظرف، ترى كورونا ظرف، يعني المفروض طبعا مبدأ السعادة أنا يمكن ممكن نوعد من خلال هذه المنصة، منصة سيد، أنه نعمل شيء بمفهوم السعادة. وهون في الإمارات يعني في دبي بتحدثوا عن مفهوم السعادة في وزارة السعادة، فإن شاء الله أعد أنه يكون لنا وقفة أيضا يعني مجانية من هنا نتحدث فيها عن السعادة ومفاهيم هيك بساعة ونص ساعتين، يعني لتوضيح أمور كثيرة فيها صراحة. أيضا مهم جدا علاقتك مع الآخرين. أنت في الحالتين لازم تفهم نفسك وتفهم الناس. ما بتقدر تيتا من العلم والقوة والفلوس مستحيل تستغني عن الناس. لو كل الفلوس الناس معك مين بده يسوي لك خبز؟ مين بده يزرع لك؟ مين بده يجيب لك؟ أنت محتاج العالم، محتاج العالم. فياريت يكون الدايفيرسيتي إز إنتجريشن هي المنطق اللي إحنا نؤمن به دائما حتى نقدر نعم صريح. يعني في بعض الأمثلة اللي من آمن فيها ونمشي فيها، الجنة بدون ناس تمام كويس. المعرفة أولا مع نفسك، ثانيا مع أبنائك، ورسالتي إلى المعلمين والمعلمات وأكاديميين الجامعات لنرحم الجيل، لنرحم الجيل، وأنا أكاديمي، لنرحم الجيل ونكتشف طاقات هذا الجيل. أنا بقول إذا أصابعك الخمسة مش زي بعض، الصف اللي فيه 30 طالب فيه 30 احتياج، فيه 30 إشي بنسميه readiness. لا تعامل الكل في صف دراسي على أنهم one student، مصيبة. تخطئ مع أبنائك يختلفوا، وأوعد تفتكر أنه أبنائك لازم يكونوا زيك. لا 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 لا، بالعكس شجع الدايفيرسيتي في أبنائك. إحنا مش محتاجين more copy، إحنا محتاجين original. لذلك المعرفة، وأخطر معرفة أن تعرف من أنت، وأخطر جهل جهل الذات، والجهل منبع كل معاناة، والمعرفة بدء السعادة. اعرف نفسك، اعكس على أبنائك. طلاب، تحية لكل معلمين الأوطان في كل مكان على هذه الأرض. المعلم رسالة خطيرة جدا، والعلماء ورثة الأنبياء، فتحية لكل المعلمين. المعلمين الذين يستطيع أن يوجه الجيل ويخرج الطاقة. وفي للأسف أحيانا معلم دخل وما بيحبش التعليم. عجبتني تجربة سنغافورة إنه مش أي واحد بدخل معلم، بس أي واحد بيصير مهندس ودكتور. أي واحد بدخل الطب وأي واحد بدخل هندسة، بس مش أي واحد بيقدر يكون معلم. Believe it or not، مش أي واحد بيقدر يكون معلم، هذه رسالة حقيقية. لكن عندما يعني صار راتب المعلم قليل، فإحنا ساعدنا في إنه هاي المهنة ندمرها. تحية لكل معلم، وتحية للمعلمين اللي صنعوا الجيل. أنا اللي صنعني معلم، لولا معلمي لا أستطيع أن أقف بين يديكم اليوم. فلذلك إعادة إحياء المعلم. في الدول المتقدمة المعلم راتب رئيس الوزراء،
في سنغافورة راتب المعلم الابتدائي أعلى من راتب دكتور الجامعة، لأنه هو اللي بيزرع النبتة، هو المسؤول عن نمو النبتة. فأرجو أنه نرجع نعيد التفكير في أبنائنا، في أنفسنا، في طلبتنا، في مجتمعنا، كيف فنساعد في البذرة وسيدز بذور، فكيف نرجع إلى ذلك المصطلح. دكتور في عنا دكتور الحوامدة حابب أنه يعطي رأيه. تفضل دكتور. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير، صوتي واضح؟ واضح جدا دكتور طارق، الله يمسك بالخير أنت والأخوة الموجودين جميعا، كلامك طيب كثير. وعلى الوجع والله، ولست مجاملا. الله يبارك فيك دكتور. في الأمس دكتور حضرتك كنت مع مجموعة من الشباب، والله نسيت لأنه حضر لك كثير محاضرات، المعلمين قدرهم كبير، يعني 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 ما حد يقدر يصل إلى قدر المعلم، وكلنا كلنا نتاج المعلمين، وما زلنا نتذكر المعلمين اللي درسونا في الصف الأول. أنا ما زلت في الصف الأول، طبعاً إحنا على دورنا كيجي وأن كيجي تو ما في، أعتقد دكتور طارق يعني يمكن من نفس أنا من الأردن من المفرق، فما ما كان في كيجي، ولكن الحمد لله يعني صرحنا أنفسنا. ما زلت أذكر المعلمة اللي درستني واسمها ومواصفاتها أمام عيني، والله العظيم قد ما كانت تعب وتتعب وكذا. فإنه نتكلم في دور المعلم وأهميته وماذا قدم لنا، ويعني هذا الشيء صراحة أنا صحيح. أنا دكتور طارق عندي يعني عندي ملاحظة، وكثير يعني أني قد ما تابعنا محاضرات وعطينا ملاحظات وخلال تعامله مع المجتمع، إذا سمحت لي بس أرجو أن يتسع صدرك لهذا الموضوع. في محاضرة أمس بالذات، لما تكون إحنا نكون في محاضرة عربية، بيكون كل المستمعين كلهم عرب يعني، فلاحظ أنه كثير من الإخوان يدخل كلمات ومصطلحات لغة إنجليزية كثيرة جدا، يعملها مكس ما بين العرب والإنجليزي. فبما أن المتلقيين يعني إحنا نستخدم اللغة يعني نستخدمها للغرض، إذا كان أنه المتلقي يحتاجها نستخدمها. فكنت أمس ألاحظ الإخوان، يمكن الضيوف اللي كانوا معك دكتور طارق، الإخوة اثنين كانوا 70% من الجملة إنجليزي والباقي عربي، فما يعني أنا ما أعرف هذه يعني يعني هو اللغة يعني سالي أتقن اللغة شيء كويس، لكن يعني بس كان عندي هذا المعارض دكتور طارق. أنا والله متابع حضرتك كثيرا ومعجب، والله أنا لست مجاملة يعني الله يجزاك. فكان كثير من الأخوة نحن لما نتقابل عكس والله لغتنا نحب ونعتز فيها، واللغة الثانية لك لما تكون في مجال بس. وسعيد جدا يا دكتور طارق، وان شاء الله انه نلتقي قريبا، يعني انا في ابو ظبي ان شاء الله نلتقي معكم، ولنا الشرف باذن الله. باذن الله. اشكرك. لا شك ان اللغه هي وسيله ايصال معلومه، فاذا وصلت باللغه ونحن نعتز بلغتنا القويه العربيه، وانا اشرت الى ان الضعف ليس في اللغه، الضعف باهل اللغه. فلما ضعفنا كأمة ضعفت لغتنا، حتى في الأمم المتحدة الآن، وأنا يعني بشتغل في الأمم المتحدة، اللغة العربية هي اللغة رقم 6 على سجل الأمم المتحدة. ليس ضعفا في اللغة العربية، بالعكس قوية ومن أقوى اللغات العالمية، فهي لغة جاية من الله سبحانه وتعالى. لكن كما أشرت أنت حضرتك صحيح، يعني هذا صار العربيزي كثير موجود، بس بدنا نمشي مع الجيل يا دكتور عشان تمشي. طيب خليني أشكرك على الملاحظة، وستأخذ بعين الاعتبار بإذن الله تعالى. مهارات، مواهب، قيم، هوايات، ثم شغف. ما العلاقة التي تربط هذه جميعا؟ خليني أوضح كل واحدة في وقفة. نعم العربيزي هو هذا موجود. خليني أشوف المهارات. المهارات عبال ما أنت تتقنها نفقها شوي طويل، معلش نفقها طويل، أوضح لك كيف نفق طويل. المهارة بتمر في ثلاث ركائز، المهارة بتمشي في ثلاث ركائز. أول ركيزة للمهارة الإطارات المعرفية، يعني أنا بدي أبدأ أتعلم المهارة، يقول لك أول إشي لا، اعرف عنها، يعني اقرأ عنها، تعلمها عشان تقدر فعلا تمشي في المهارة. أولا تبدأ تعلما. طيب كم نسبة التعلم في المهارة؟ قال نسبة التعلم عشان تتقن المهارة مش أكثر من 20%. وهون أنا دائما اعتراضي على الجامعات التي لم تعدل مناهجها لتكون مناهج مربوطة بالسوق. يعني للأسف إحنا في السوق العربي، أنا اشتغلت في معظم دول العالم، ويمكن تجربة الأمم المتحدة أعطتني يعني خبرة واسعة جدا في كل دول العالم تقريبا بالمناهج المختلفة. فإحنا في عندنا مشكلة إنه مخرجات التعليم الجامعي ليست مدخلات سوق عمل.
لا بل الأسوأ أن مخرجات التعليم الثانوي ليست مدخلات جامعة، فعندنا جاب، يعني كأنه التعليم الثانوي منفصل عن الجامعة، منفصل عن سوق العمل. الغرب متصل كله، الغرب متصل، وأنا أشيد بتجربة سنغافورة اللي تبدأ من الصف الكي جي، بيكون مبين الطالب على الصف الرابع وين مستقبله، بيكون مبين. يمكن بشارككم في هاي التجربة إنه كيف فعلا كشف الموهبة بيتم عشان نقدر نساعد أوطاننا والمواهب اللي موجودة عندنا. ترى في استثمار في المواهب خطير جدا. فالمهارة تبدأ تعلما، بعدين تبدأ ممارسة، لازم تمارسها. طب إذا أخذت علم بدون ممارسة صفر، فتبدأ ممارسة. بعدين تبدأ من كثر الممارسة، من كثر الممارسة تصل إلى إشي بيسموه الاكتساب المهارة. بعدين بترتفع فيها، ترتفع فيها لإشي اسمه المهنية العليا في المهارة. المهنية العليا، هذا النفق، هذا النفق في أبسط، في أبسط مهنة في العالم، هذا النفق يحتاج بعد تخرجك من الجامعة 5 إلى 7 سنوات لإتقان الاحترافية المهنية العالية في المهارة. فلكنه بالأخير بيزبط، يعني مش إنه غلط، بس بيحتاج هذا الموهبة. تماما العكس، الموهبة يا حبيبي محلاها الموهبة، الموهبة فطرية لا إرادية مولودة معك، تعشقها، تمارسها بدون ما تحتاج حدا يوجهك فيها، وإنت وبتمارسها تكتشف إنه فيها شوية إطارات معرفية، أرخص وأحلى وأفضل واستثمار حقيقي. مش معنى ذلك إنه ما تشتغل على المهارات، إذا حبيت تشتغل على المهارات كان به، لأنه في كثير ناس مش عارف موهبته، علما أن كل شخص موهوب، وراح أثبت لك أنك أنت موهوب، بس يمكن فقدت البوصلة كيف أستطيع أن أعرف ما هي موهبتي. لكن الموهبة أرخص وأسرع، والشغف والحب والعشق في الموهبة هذا معروف يعني، وفطرية لا إرادية، مش محتاج إطارات معرفية أصلاً، أنت بتمارسها بتكتشف إيه هاي طلعت، هيك طلعت. طيب القيم هي الأمور اللي تحكم إطارات استخدام المهارة والموهبة. فالقيم هي النظم الأخلاقية اللي بتشكل إطارات ما بصير أتجاوزها، لأن ممكن يكون أنا عندي مهارة فك الخزن وأشتغل حرامي بنوك، وعندي شغف عالي في الهاكينج والهاكرز، بس أسقطت القيم. إذا أسقطت القيم أنت سقطت، أنت سقطت بإسقاطك للقيم. فالقيم والأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم هم كلهم طاروا، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القيم هي البوصلة الأساسية في توجيه المهارة والموهبة. أما الهواية، الهواية هي كاشف الموهبة. أنت شو هواياتك؟ أنا منها بقدر أمشي معك عبال ما أوصلك لموهبتك. من هواياتك؟ لا شك الموهبة هاي فطرية، المهارات مكتسبة، وراح أبين أنه في ناس، يعني مثلا في ناس موهوب، في ناس موهوب كرة قدم، في ناس اشتغل على كرة القدم وظل يشتغل أتقن المهارة، بس في فرق بين اثنين، واحد موهوب وواحد عنده المهارة. ودائما هذا بضرب المثال، وما تزعلوش علي، أنا لا مع برشلونة ولا مع رويال مدريد، أنا بقول لك ميسي موهوب كرة قدم، رونالدو محترف كرة قدم، والفرق واسع، واضح؟ الفرق واسع. يعني ميسي موهوب، هذاك مولود كرة قدم، هذاك الكرة قدم جواه، هذاك عنده مهارة صح، وعنده بروفيشنال عالي جدا جدا. فلذلك في فرق، إذا بتعرف إذا اثنين اشتغلوا عمره تبع المهارة ما بوصل تبع الموهبة. هلأ متى بصير تبع الموهبة تعبان؟ لما خلص يركن على الموهبة ما يطورها، لا ممكن تبع المهارة يفوز عليه، ممكن. فلا احنا يعني أنا لا مع ميسي ولا مع رونالدو، أنا بس أخذت مثال بسيط لتوضيح فكرة. فالهواية مؤشر مهم جدا للموهبة. ارجع شوف هواياتك صراحة خطيرة الهواية، لأنها أول كاشف للموهبة. منها تشكلت سمات عند الإنسان، وسمات الإنسان بثلاث اتجاهات. في سمات اجتماعية اكتسبها من مجتمعه، تمام؟ بتلاقي مثلا احنا السمة الاجتماعية عندنا، يعني إذا التقى مثلا شخصين قبل كورونا يمكن هلا في اختلاف شوي، بتلاقي مثلا ذكر يلتقي مع ذكر بيبوسوا بعض، هنا في الإمارات الخشم على الخشم، عندنا في الأردن وبلاد الشام لازم ثلاثة، مش ثنتين، بصيرش ثنتين، ترى بوسك واحد ثنتين، إذا انسحب بقول لك تعال في الثالثة تعال، بينما في شمال إفريقيا ثنتين. ترى أنا صارت معي مشكلة مرة في تونس، فصديق لي يعني من زمان، فبوسته ثنتين وبدروح الثالث انسحب، قلت له تعال إذا ما إحنا بلاد الشام فيش عندنا ثلاثة. فهي سمات من المجتمع. لكن تخيل في أوروبا اثنين يبوسوا بعض بتهمهم إنه مثليين هذول. ففي سمات أخذناها
من المجتمع، تمام. وفي سمات من التربية والأبناء وسنين الطفولة اسمها سمات النفسية، هذه عصية على التغيير، عصية شوية على التغيير. لذلك نرجو من الآباء والمعلمين أن نأخذ بالنا من الجيل اللي بتزرعه في ابنك على سن 3 سنين مش راح ينساه لعمر 60 سنة. وإذا في واحد عنده مشكلة على عمر 60 ارجع لطفولته بتعرف مشكلته تماما. تحية للأباء والأمهات، كما يعني حيينا المعلمين، الأمهات والآباء هم بداية الصناعة المجتمعية السليمة النفسية السليمة. وفي سمات شخصية جزء منها موروث، الموروث 8% فقط والمكتسب 88%، و4% يبقى الإبداعية. فالموروث أنت من لما تولد من الرحم في عندك إشي اسمه سماتك الجينية، الجيناتكس، تشكل 8% تقريبا فيها موهبتك. 8% سبحان الله فيها موهبتك، وكل إنسان موهوب، لكن إحنا فقدناها فرحنا اشتغلنا على المكتسبة فدخلنا في نفق المهارات وضيعنا شوية وقت بدل ما نكتشف الموهبة. وهون بجيبني لأنه كيف نعرف الآن الموهبة؟ الموهبة مربوطة بالذكاء، وفي ذكاء فطري وفي ذكاء مكتسب كما أشرت في حديثي. فالآن أنا راح أشاركك بأنواع الذكاءات، هي فطرية ومكتسبة، بمعنى ممكن تشتغل على أي واحدة منهم وتكتسبها، بس أنا بدي إياك تكتشف الفطرية. فأنا وماشي معك، أنا وماشي معك، ارجع لمرحلة طفولتك، ارجع لمرحلة طفولتك، لا تقيس لي الآن رجاء، ارجع لمرحلة الطفولة وشوف إذا كل نوع ذكاء. قيم لنفسك على ورقة من 20، أرجو أن الدفتر معك والقلم معك، أنا قلت لك بدنا دفتر وقلم، تمام، دفتر وقلم، وراح أمشي معك واحدة واحدة وأوضح لك إياها. قيم حالك في الطفولة من 20 عشان أكشف لك الموهبة. لا تقيس للآن، الآن ممكن تكون أنت عندك صار عندك المهارة، ففي ذكاء فطري وفي ذكاء مكتسب. أول نوع من الذكاءات الفطرية واللي مكتسبة أيضا مكتسبة، لكن أنا بدور على الفطري، يسمى طبعا، بس أيضا نقطة مهمة، كل ذكاء فطري مربوط في عدد من المواهب. كل ذكاء فطري، أنا قلت في 9 ذكاءات، هلا راح توقف معهم في 9 ذكاءات، لكن كل ذكاء، شوف، كل ذكاء مربوط في عدد من المواهب. تقريبا كم؟ قال لك 15، يعني 9 ذكاءات في 15، تمام، هاي صار عندي 90 و45 هاي 135. وكل موهبة مربوط فيها على الأقل 20 مهنة، من 15 ل 20 مهنة. إذن هي عندي 1000 وشوية، 2000 وشوية. واحد بيقول لك والله ما عارف شو بدي أشتغل، والله أنا مش عارف شو هذا. في ناس بتقعد معه بيحبطك، أنت طاقة هائلة جدا إذا اكتشفت. نبدأ بأول ذكاء. الذكاء الأول بسموه ماثماتيكال أناليتيكال، تحليلي رياضي. فعذرا دكتور لازم أستخدم برضو المصطلح الإنجليزي لبعض الناس ممكن يكون أوضح له. ففي الذكاء التحليلي الرياضي. شو يعني ماثماتيكال أناليتيكال أو تحليل رياضي؟ هذا منذ الطفولة، منذ الطفولة يعشق الأرقام والرياضيات. أعطيه أي مسألة هندسية حسابية ببني لك نموذج رياضي، بعشق الأرقام، الذاكرة الرقمية عنده خطيرة جدا، ويعشق التحليل والربط والاستنتاج، يعني بعلوم الفيزياء وعلوم الكذا يبدع كثيرا فيها، تمام. فهذا التحليل، هذا تحليل رياضي. أعطي نفسك 10 على الرياضيات و10 على التحليلي، شوف لي كم بيطلع معك من 20 ذكائك التحليل الرياضي. وراح أعطي على كل نوع ذكاء مين اللي أبدع فيه. العلماء هنا أبدعوا، أينشتاين، توماس أديسون، تمام، ابن سينا، هاي كلهم تحليلي رياضي، علماء كانوا يعشقوا الرياضيات. يعني حتى هاي المعادلة اللي عندك E تساوي MC سكوير، هاي لأينشتاين اللي هي كل فيزياء الكم وكل الكون في هاي المعادلة. شوف هذول 3 أحرف الصغار، E تساوي MC سكوير، ماسك الكون كله، ماسك كل الكون. يعني إن شاء الله بس بدها بدأ أقعد أشرح فيها بتأخذ مني 6 أيام اللي بشرح فيها النظرية هاي. فكم كانك تحليلك الرياضي من 20؟ كل شخص على ورقة يكتب، بعدين أرجو أنكم تشاركوني. النوع الثاني حركي جسدي. لاحظ حركي جسدي ممكن يكون مرتبط في سباق السيارات، في لعب الباسكت، في السويمينج، في ركوب الخيل. وعلموا أبناءكم، علموا أبناءكم يا أخي توجيه الرسول، ركوب الخيل والسباحة والفروسية والرماية، كرة القدم، كرة السلة، هذول كلهم هون حركة جسدي. حتى الجمباز وما جمباز، هاي كلها موجودة هنا، تمام، في هذا النوع من الذكاءات. في ناس يمكن درس هندسة بس يعشق السيارات، درس طب بس يعشق الأمور الحركية. حتى الرسم ذكاء حركي بالمناسبة، الرسم حركي مع تخيلي. وهو أنا ذلك بدأت حديثي الفيجواليزيشن، بتطلع لك أمور كثيرة في حياتك.
إذن حركي جسدي من 20 كم ذكائك الحركي الجسدي، وهو خطير جدا. طبعا أوضح نقطة، المدارس التقليدية للأسف تغتال، طبعا المدارس التقليدية بحبوا هذا الأولاني، شوف الأولاني هذا، أنا الحمد لله كنت نيرد، أنا كنت نيرد، كنت مسكر عدادي في الجامعة، في الثانوية العامة كنت السابع على المملكة وتمام، والماجستير دكتوراه كنت مسكر العدادات كلها، بعدين بفضل الله تبت توبة نصوحة. النيرد مطلوب، مطلوب كويس يعني، بالعكس أنا أعشق الهندسة اللي درستها قبل ما أتجه لاتجاهات الإدارة والقيادة والأمور المختلفة. فمدارسنا بالهياك تكون أينشتاين، يعني أنت تخيل ابنك، تخيل ابنك إجا، شوف الآباء الآن والأمهات كيف بيغلطوا كثير، إجا ابنه، إجا ابنه، بابا أنا بكرة عندي امتحان رياضة فبدي أستعد له. إيش؟ امتحان رياضة؟ لا 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 لا، أنت سخناني ولد؟ قال امتحان رياضة. قال شو بعد بكرة؟ فيزياء. واضح أدرس فيزياء، شو الرياضة؟ إيه رياضة. قال طب أنتوا بتعرفوا كيف بقيموا عنا الرياضة؟ يعني بتعرفوا كيف الأستاذ الرياضة بحط العلامة؟ قال إذا أنت لابس شورت. طب شو دخل الشورت إني لابسه في تقييم الرياضي أنا؟ شفتني قفزت أنا عشان تقيمني بالرياضة ممتاز؟ طبعاً الأول على الصف عشان ما يحرجوه، قال بيحطوا له في الرياضة 95، قال عشان يظل محافظ على معدله. طب أنا بأكد لك الأول على الصف في الرياضة صفر، لازم يرسم ويعيد الرياضة مليون مرة. إحنا ما عندنا تقييم هاي القدرات، سوري، من وزارة التربية والتعليم والأمور التقليدية، لكن الآن في وزارة التربية والتعليم بقوة تكتشف نمطية الذكاءات المختلفة عند الطلبة وتساعد في ذلك. فهذا الحركي الجسدي حزين دائما بقعدوه في آخر الصف، قال يا أخي بتحرك كثير، هذا كثير كثير بتحرك، قعدوا لي يا وراء. ليش يقعد وراء؟ قال يا أخي بتحرك. طب يتحرك، أنت يا مدرس بتقدر توظف حركته في أنك تفهم رياضيات عن الطريقة الحركية؟ بتقدر تعطي مثال له علاقة بالسباحة وتوصل فكرة الرياضيات له؟ بتقدر تنوع مناهجك واستراتيجياتك لتلبي احتياج الحركي الجسدي؟ فمسكين بنفورة وكل شوي بتصلوا على أهله، يا أخي ابنك كثير بتحرك، يا أخي الولد كثير كثير حرك يا أخي. فبروح أبوه بالليل، يا أخي أنت فاضحنا في المدرسة، يا أخي أقعد أنت، أقعد أنت، إذا ذبحتنا فضلك. اغتالوا، اغتالوا الولد، اغتالوا، هذا اغتيال. أنا بقول لك في إعاقة أبناء، بس والله في إعاقة آباء، بس في إعاقة أبناء. إعاقة الأبناء إنك ما تحترم طاقة ابنك اللي جوا. يا أخي احترم طاقة ابنك. إذا كان حركي جسدي، ميسي، ميسي معلش أنا، لا ميسي لازم يعطيني شوية فلوس على بقدر بعمل له دعاية. ميسي شو بده في التفاضل والتكامل وإكس إي إكس قوة خمسة، شو بده فيها؟ مش محتاجها يا بيجيب في 15 في 90 دقيقة مباراة ملايين علماء الأمة من أطباء ومهندسين مش جابينها في 5 سنين، تعرف ليش؟ لأنه عرف طاقته واشتغل عليها، فشوف كيف استثمر. أرجو أنه نفهم، ما بيصير الناس، أنا بدأت حديثي معك عن خصوصي، بدأت معك diversity، الاختلاف منهج الكون. ما بديش الطلاب كلهم يكونوا أينشتاين، هو المجتمع كم أينشتاين بيلزمه؟ قال 1% وزيادة عليه، زيادة عليه يا سيدي 2%، 2% وزيادة. طب في ناس رفع اسم وطنه لأنه رياضي ناجح، رفع اسم وطنه. طب بالله عليكم تقدر تذكر لي، أعطيني اسم طبيب نسائي مشهور، تقعد تحك راسك طبيب نسائي مشهور مين دمني. طب أعطيني رياضي هيك أعطيت على السريع، أعطيني عالم هيك أعطيت، تعرف ليش أعطيت؟ لأنهم مشتغلوا على موهبتهم. شوف كل موهوب إلا يبرز في العالم، كل موهوب إلا يبرز في العالم. نيجي على الثالث، الثالث ذكاء بيئي، بيئي. شوف هذا الذكاء كيف بيئي. هلا الأختي ريم، هذا يعشق الحيوانات أو الطيور أو النحل أو العسل أو الزهور أكثر. أنا قلت لك في 15 موهبة مع كل ذكاء. هذا يعشق الطبيعة منذ الطفولة، منذ الطفولة بتلاقيه ماشي مثلا في الحديقة فجأة بوقف، بابا بسم الله إيش في صرصور؟ صرصور أنا مش شايف الحديقة كلها، بس لأنه ذكاؤه جذبه. يا أخي ذكاؤه الفطري بالطفولة والله بدلع شغلات كثيرة. أرجو تحترم طاقة ابنك، أرجو تشوف ابنك عايش قاعد بنجذب، لأنه بنجذب لفطرية ذكائه اللي تلوثت بعد ما دخل المدارس التقليدية. تعرفوا الإحصاء إنه خطير جدا، الإحصاء بيقول لك 90% من ذكائك الفطري تفقده عند نهاية الصف الأول في المدارس التقليدية، لأنه بيصيروا يمشوك على العجين ما تلخبطوش. هذا مثل أنا بحبوش، لأنه أول إشي العجين حرام تمشي عليه، وبعدين يا سيدي أنا بآمن في حياتي إنه لا تمشي دغري، امشي في الأخلاق دغري، بس لا تمشي دغري في الحياة، نوع الأنفاق والله لا تكتشف طاقة هائلة. اضغطش ماشي دغري الله يرضى عليك، غير غير الأنفاق. آها أيوة أي آها أي طلع طاقتي في النفق اللي ما كنتش متخيله، وستجد إنه له علاقة بالطفولة. Get back
للطفولة أرجوك. طبعا هذا بتلاقيه اللي ذكاؤه بيئي، إذا كان يعشق الحديقة مثلا، إذا يعشق الحديقة بتلاقي فيه عنده حديقة في البيت وياخذ فيها عناية، وبتعرف إذا واحد بمسها في سوء، يعني إذا واحد من أولاده مثلا قطف زهرة، الله لا يحطك محله، أكل هذيك اليوم قتل وزع على جميع الناس، هذا يا أخي عشقه، أنت أجيت في عشقه. فإذا والدك بيئي ابعد، الله يرضى عليك أنك تخرب له شيء. اقرأ نفسك كم ذكائك البيئي. بالمناسبة اللي ذكاؤه بيئي، نعم حلو اللي ذكاؤه بيئي بالمناسبة بقعد جنب الشباك في المدرسة، بحاول يقعد جنب الشباك، في الطيارة بقعد جنب الشباك، في القطار بقعد جنب الشباك. بتعرفوا ليش؟ لأنه محبوبته برا، لأنه معشوقته. وأنا قلت لك العشق، اعشق 200% حلو ضياء. فالعشق، العشق بيطلع طاقة هائلة يا أخي، والله بيطلع طاقة هائلة. فبتلاقي قاعد جنب الشباك. هلا المدرس والمدرسة اللي ما بفهم كثير، اللي ما بفهم كثير شو بصير يقول يا أخي جمال أنت وين سرحان؟ أستاذ أنا متأسف أقول لك أنت اللي سرحان. جمال صح، جمال سرحان مع محبوبته، جمال سرحان مع محبوبته، أنت مش فاهم على جمال. تقدر تجيب لجمال مثال في الرياضيات له علاقة بالنحل عشان يستمتع معك؟ هناك خمس نحلات قامت بكذا على خمس زهرات. يا أخي نوع يا حبيبي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يا معلمين، يا آباء، يا أمهات، مش مطلوب ابنك يكون مبدع فيزياء يا أخي، ما هو عنده إبداعات فطرية ثانية. الله يرضى عليكم، خفوا على الجيل، الله يرضى عليكم. فالذكاء البيئي أربعة. في ناس ذكاء جغرافي مكاني. بالمناسبة بالمناسبة اللي اخترع الجي بي اس ذكاء جغرافي مكاني، أنا لا أذكر، لا مش عارف اسمه، هلا أنا قصير مني مش عارف اسمه، بس كوف كيف لمع، كان يعشق الجغرافيا والأماكن. طبعا هذا لذكاء جغرافي، شوف بتكون قاعد معه يا أخي بيقول لك، بتحدث بأمور أنت بتستغرب. إذا بتقول له شمال شرق يقول لك آه شمال شرق، خلاص بنروح كذا، هاي الشمال وهي الشرق كذا. في ناس طبعا لما تقول له شمال شرق، شمال شرق إيش هذا، كيف، وين، وتقول له أنا مثلا خذ شريعة طريق مثلا شارع الشيخ زايد، بعدين أول ما توصل أول مفرق خذ شمال شرق، يقول بضيع 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 بضيع، فبروح مشغل الجي بي إس. طيب خلينا نشكر هذا اللي اخترع الجي بي اس، الان انت بتسو، لانه ذكائه جغرافي مكاني، يعشق ماده الجغرافيا، يعشق السفر كثيرا هذا، وطول عمره بتحدث، بتلاقيه بتحدث بامور قبل الجي بي اس كان هو اللي بيدلنا على اماكن دائما. تعرف هذا اذا راح على مكان بندلله بسهوله وبرجع له، وطفولته غريبه في ربط الاماكن. كم من 20 هذا النوع من الذكاء عندك. رقم خمسة، شخص ذكاء اجتماعي، هيو ماسك واو، هذا بيحب يحكي كثير. احنا للاسف بنسميه ثرثار، هو مش ثرثار يا عمي، احنا مش مستوعبينه. هذا ذكاء اجتماعي، بحب الحديث وينشئ علاقات مع الناس. طبعا هذا اذا حطيته في السوق في الماركتينج والمبيعات وي بسكر لك العداد فورا. اصلا هون انا ايضا الاتش ار، اذا في معنى اتش ار، الاتش ار يعني ان شاء الله بنعطيكم دوره متخصصه في اعاده توظيف المواهب المؤسسيه لخدمه المؤسسه، لها استراتيجيات خطيره. الاجتماعي هذا يمكن هو درس هندسة، بس والله ما هو حاب الهندسة، بس لأنه معدله عالي فدرس هندسة حزين، بس هو في المبيعات والسوشال ماركتينج والأمور اللي في الاجتماعيات. هذا طبعا لأنه بيحكي كثير بيروحهم قاعدين جنب الحركي، شفت الحركي نسفوه وراء، وهذا بيقعدوه وراء، قال وبيصيروا مسمينهم المشاغبين اللي وراء هذول، فبيصير هذول صف المشاغبين اللي وراء هذا الحركي قاعد جنب الاجتماعي، وكل الصف بيشكي منهم. وطبعا اينشتاين قاعد اول الصف، طبعا اينشتاين كيوت ميوت حبيبي اكتب حبيبي، انا ما يعني واضح كل واحد هيك طاقته. وطبعا هو اينشتاين متعقد منهم هذول، يا اخي اسكتوا اسكتوا بدي اعرف انا اركز. طبعا الاجتماعي والله انه خطير. اصلا تعرف هو مشكلة الاجتماعي انه في ظل كورونا هذا شوي تضايق، لانه مش قادر يطلع مسكين مع الحظر والحجر وحرف الحاء ذبحه، فهو بده يطلع بده يطلع. فأرجو اللي ذكاء اجتماعي حافظ على الذكاء الاجتماعي. أصلا الحياة يعني في دراسة صدرت عن جامعة هارفارد، عن جامعة هارفارد، الدراسة خطيرة جدا خطيرة. بقول لك تعرفوا اللي ماسكين السوق في البزنس ومشين العالم هم اللي جمعوا اللي كانوا سي في الجامعة، ما كانواش نيرد، كانوا في الجامعة سي بس كانوا اجتماعيين، كانوا يدخلوا على الدكتور كذا. يعني احنا في الجامعة المحاضرة مثلا عندنا على 10 مسموح للطالب يتأخر 10 دقائق، طبعا تعرفوا انتم النظام الجامعي. طبعا الاولاني اينشتاين اذا المحاضرة على 10 بيجي على 9 احتياط، وبتلاقيه قاعد بالصف الاول وكيوت وجايب طبعا المحاي والبراي، معلش يعني انا بدي احاول بس ابسط الامور تمام. اما اللي ذكاءه اجتماعي اذا المحاضرة على 10 بيجي 10 و10، دكتور صباح الخير معلش ادخل، اه والله ادخل من كلامك والله انك جود اكسل ادخل.
هذا الذكاء الاجتماعي كم من 20؟ طبعا لما تيجي تختار شريكة حياتك برضو في وقفة يعني إن شاء الله، بس مش هنا، بس أنا في لنا وقفات كثيرة إن شاء الله راح تكون بأمور كثيرة لها علاقة بهذه الأمور. في ناس ذكاء لغوي يعشق الكتاب من الصغر والكتابة، تمام، يعشق القراءة والكتابة منذ الطفولة، يا أخي منذ الطفولة بتلاقيه بذهب على المكتبة، بحب الكتب، يلفت نظر الكتاب. فكم ذكائك اللغوي؟ طبعا كلما زاد في الكتابة، كلما زاد في الكتابة في القراءة بيزيد عنده القدرة على التعبير، تطلع منه يا أخي مفردات عجيبة لأنه كنز لغوي بمفردات عميقة جدا، تمام. فهذا بتلاقي عنده إبداعات بالكتابة، هذا ذكاء لغوي لنحترم الذكاء. بيطلع منهم تاع حسين، شكسبير، تمام، برنارد شو، عباس محمود العقاد، لغويين سجلوا إبداعات. شوف كيف أنا مش مستحيل أتذكر واحد بالمهارة، أنا بتذكر دائما تبعوا المواهب، عرف موهبته واشتغل عليها، فما أبدع لغويين. لغويين طبعا راح أعطيك فكرة لاحقا إن شاء الله بجيها بالسلايد. فكم ذكائك اللغوي من 20؟ وأيضا يعشق تعلم اللغات، هذا النوع يعشق تعلم اللغات. وبالمناسبة إذا أتقنت اللغة العربية إتقانا، يعني إتقانا بمعنى إتقانا قواعديا وبلاغة، بسهولة بتدخل على اللغات الأخرى. أنا أعشق اللغة العربية، أعشقها عشق مش طبيعي، تمام. وأنا بالمناسبة أحد ذكائاتي هي اللغوي قوي عندي، وهذا سهل علي إني أتقن الفرنسية والإنجليزية بسهولة، وبشتغل في الأمم المتحدة كمان الإيطالية. اللي ذكاء لغوي بتلاقي بسهولة بيقدر يتحرك. الذكاء رقم 7، ذكاء صوتي موسيقي. أيهما؟ أيهما؟ عشان هيك حطيت أنا داش بينه أو شحطة. صوته منذ الطفولة يا أخي جميل، منذ الطفولة هيك يعني، يعني يا ما تقول أنت يا الله سبحان الله، صوته جميل جميل جميل. يعني عبد الباسط عبد الصمد، وفي المقابل نانسي عجرم، عادي، تمام. فذكاء صوتي جميل صوته. هذا لما يدرس ما بعرفش يدرس زينا، بتلاقي اللغوي بركز، الذكاء صوتي بتلاقيه لازم يدندن يعني عشان يحفظ الإشي، بتلاقيه حاط ميوزك. طبعا أهله اللي مش فاهمين، أهله اللي مش فاهمين عليه، يا أخي أنت بتدرس ولا بتسمع موسيقى؟ يا أخي هو بسمع موسيقى عشان يدرس. حلوة؟ بسمع موسيقى عشان يدرس، أرجو أنك فهمناها، تمام. ففي عندنا قصة إحنا، يعني إنه إحنا مش فاهمين الجيل، إحنا مش فاهمين الجيل، وظلمنا الجيل، وظلمنا كثير من أبنائنا وكثير من طلبتنا وضيعناهم. المعلم المعلم المعلم، الأم الأم الأم، بعدين بيجي الأب بصراحة، أمك ثم أمك ثم أمك، لأنه الأم هي كاشف في المرحلة الأولى. أصلاً الجنين على الشهر الخامس من الحمل يحس بنبض الأم، يتفاعل معها تفاعل اللي ممكن تكتشف ابنها وتقول لك إنه كذا كذا كذا. لكن مع البيئة وطمسان البيئة ضاعت، أو أن قد تكون أذنه موسيقية، يعني مش شرط صوته حلو، أذنه موسيقية هيك مع الرذم بتلاقيه بعيده بسهولة. وقد يكون اثنين، يعني محمد عبد الوهاب موسيقي صوتي، عبد الباسط عبد الصمد صوتي مثلا. ففي ناس بوتهوفن موسيقي. طبعا حتى في الحمام في ناس أشار الحمام، نعم نعم، في الحمام بتلاقيه لما يكون طفل ويدخل على الحمام بتلاقيه تمام بدندن في الحمام. طبعا أهله اللي مش فاهمين شو القصة، بسم الله الرحمن الرحيم، الولد انهبل، الولد انهبل، إذا مش انهبل يا عمي، يا عمي الولد هيك، الولد يعني مش عارف، ندخل الشيطان وندخل شغلات كثيرة. خلينا نكون واقعيين وخلينا نفهم الأبناء، الله يرضى عليكم. من 20 كم؟ في ناس ذكاؤه، هنا حطت لك صورة أرسطو، ذكاء داخلي وجودي، هذا صمت لكن لما يحكي تقف الناس عاجز عن الرد عنه، عنده عمق داخلي خطير، أسئلته كبيرة جدا، من الله؟ من الخالق؟ كيف خلقنا؟ أين الكواكب؟ طبعا المعلم، المعلم اللي سلامتك، يا أخي أنت يا الله شو مفلسف، يا أخي أنت ركز في الماء، يا أخي أنت معلم، أنت اللي مش فاهم، أنت والله ما أنت عارف، أحرجك في أسئلته. عندك القدرة تعمل معه؟ هذول اللي سطروا بأحرف من ذهب الفلسفة والبحث عن الوجود والبحث عن الله والخالق. كم من 20 ذكائك الداخلي الوجودي؟ ورقم 9 آخر ذكاء موجود عند الجميع بدرجات مختلفة، لكن في ناس فطرية عالية فيها، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يشمل 5 ذكاءات أساسية، 5 مهارات رئيسية. خلينا نعطيك 5 وقيم نفسك من 4 علامات لكل واحدة، بالأخير بطلع معك من 20 كم. قيم نفسك على كل واحدة كم من 4، فبطلع هم 5، 4 ضرب 5 20. اللي ذكي عاطفياً
أول شيء وعيه بذاته عالي، وعيه بذاته عالي بمعنى بتقول له أنت عارف هدفك في الحياة؟ طبعاً عارف هدفك في الحياة. عارف حلمك؟ طبعاً حلمي أنا عارف، وعارف شو بدي أشتغل. عارف محفزاتك؟ وطبعاً عارف محفزاتي. ومخاوفك؟ أوف كورس عارف مخاوفي. اللي ما عندوش الذكاء العاطفي بتقول له عارف مخاوفك؟ لا والله بس أنا بقدر أشعر فيها لما أصير فيها. طيب شو حلمك في الحياة؟ حلم إيش من الحياة؟ خليك واقعي، الله يرضى عليك، هذا ما لهش علاقة في هذاك. فأنا في أول واحدة الوعي بالذات. اثنين اللي ذكائه العاطفي عالي عنده قدرة على التخلص من المشاعر السلبية بسهولة. يعني هاي كورونا ولا بتأثر عليه أصلاً، وعادي بقول لك يا أخي هاي امتحانات من الله، خلينا عادي ونجي وشو يعني، خلينا سلبي ولا بكون سلبي. ليش؟ ليش بتكون سلبي أصلاً؟ بتضر نفسك. يعني أنت بالسلبية فكرة راح تعالج كورونا؟ بالعكس، تعرف أنت لما تكون سلبي بيزيد أثره عليك، بيصير مناعتك بتقل. فاللي ذكائه عاطفي عنده قدرة على إزالة المشاعر السلبية، وأعطيك إياها بالتسلسل من الأعلى فالأقل. الغضب أعلاها، الغضب، اليأس، الحزن، الكآبة، الإحباط، الملل، القرف. يا أخي هذا اللي ذكائه عاطفي عنده عالية. ثلاثة، تحفيز الذات عنده عالي. تحفيز الذات، تعرف حتى لو تعطيه شغلة مملة، اللي ذكائه عاطفي يعطيه شغلة مملة بتلاقيه بحفز نفسه. يلا يا ولد، يلا خلينا نخلص منها، نروح اللي بعديها، يلا let's do it، ها خلينا ننجز. وعنده الرابعة تحفيز الآخرين. ولذلك لما ندرس علوم القيادة، وبفضل الله درست قيادات كثيرة من دول كثيرة يعني الحمد لله، فالقيادات بنقول لهم لازم يكون ذكائك عاطفي لتخرج الحافزية في أتباعك وفريقك، لتخرج طاقة هائلة تستطيع أن تؤثر فيها. والمعلم قائد إذا استطاع أن يفجر طاقات الطلبة، والأب والأم إذا استطاعوا أن يفجروا طاقات الأبناء، فعلا ينجزوا في هذه الحياة. فنحتاج أنه نقدر فعلا نكشف أنفسنا على سن الطفولة. والخامسة هي القدرة على الاتصال والتواصل. كم ذكائك العاطفي من 20 الآن؟ أعلى ثنتين أو ثلاثة حط عليهم دائرة، أعلى ثنتين أو ثلاثة. ونرحب بالأسئلة والمداخلات، أتوقف عشان نتناقش فيها قبل ما أرهقكم أكثر من كذا. يعني أنا عارف أرهقتكم كثير، لكن يعني عشان يكون في مناقشات. فهي 9 أنواع ذكاءات، كل نوع إذا عرفت فطريتك تبعه طبعا تقدر تشتغل عليه. يعني تقدر تشتغل على الذكاء التحليلي وتتعب وتدرس رياضيات وتحسن، بس إذا كان فطري أحسن لك، إذا كان فطري أحسن لك، أوفر وأرخص وقوة دافع عالية وأمور جميلة جدا. فتسع أنواع من الذكاءات، كل ذكاء مربوط ب15 موهبة، كل موهبة ب20 مهنة. فالآن حابين مداخلات ومشاركات صوتية نرحب فيها، شاتنج نرحب فيها. أنا عندي أستاذ محمد حمادي كان حابب يحكيك قبل، بيسأل سؤال. وفي عندي دكتور كمال مخلد. اوكي الجميع احنا على الرحب والسعة، الهدف انه يصير من مناقشة. تفضل استاذ محمد. نعم جاردنر، نعم جاردنر تحدث فيها. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. اولا انا بصراحة المحاضرة جدا ممتعة، فيها معلومات قيمة، لفت نظري اللي هو ذكرت حضرتك التخيل له دور كبير في الحياة، وهذه قدنا إلى أبحاث من القرن 17 الميلادي تحدثت عن التصور العقلي ودوره في الشفاء. جميل. وهذه الأبحاث حقيقة أثبتت جدارتها. فمثلا إذا كان الإنسان مريض على سبيل المثال وصار يتخيل في نفسه أنه هو سيعافى سيشافى، ربما تكون هذا سبب كبير في شفائه بإذن الله. والعكس تماماً، إذا تخيل الإنسان أنه سيمرض أو في بعض الأمراض ستصيبه قد يصاب بهذا المرض. صحيح صحيح. هذه صحيح. فقط بالعكس أستاذ محمد، أنت أشكرك لأنه حقيقة هذا واقع. يعني أول شيء التفاؤل بالخير مطلب، تفاؤل بالخير تجدوه. ودائماً الدماغ البشري أنت بتقوده فبسوي اللي بدك إياه. أنا زي ما قلت لك، لو أنت الآن بتغمض فعلاً وبتغرق هيك في يعني فيجواليزيشن إنك في بركة ماء، صدقني الدماغ بصير يساعدك تسبح، بخليك تسبح أصلاً، لأنه الدماغ غبي، أنت بتبرمجه، لكن إذا بتخليه هو يبرمجك خلاص بدمرك. فإذا دخلت السلبية، فأؤكد على قول الأستاذ محمد إنه فعلياً، وفي أبحاث صدرت عن مايو كلينيك أثبتت هذا الكلام، في ناس شوفي من السرطان، من السرطان لأنه من جوا قال أنا مش مريض، وفي ناس ما عندوش أمراض الوسواس قضى عليه. ايضا نسمع دكتور مخلد. مساء الخير الاستاذ رائد. اهلا دكتور.
شكرا لك، شكرا دكتور بانق، واسف للاخوان اني اخذت فوق حقي، شكرا للاخت المضيفه. لا حياك، احنا النقش المناقشه مطلوبه. الله اسمح لي اشكرك على الطرح، يعني اثرائك لما هو مكتوب هو اللي يعطي جماليه للشيء اللي مكتوب. والله فضل ربنا، اثرت في الشجونين يا دكتور طارق. الشجون الاول انت ذكرت المفرق، فاثرت في شجون وايما اثاره. اثنين، موضوع انك انت تجد ذاتك في علم التنميه البشريه. طبعا لي فيها قصه طويله، وانا كثير اعيدها في محاضراتي، في دورات كثير اعيدها، حتى بس يعني تعطي مؤشر للاخرين انه انت يجب ان تجد ذاتك في علم التنميه البشريه. في صوت داخلي عندك، اذا انت كنت في مكان غير مكانك ولا يناسبك، هذا الصوت يظل يصيح، يعني يظل ينادي عليك، يا مخلد يا مخلد، هذا مش مكانك. وانا دكتور طارق، انا خريج جامعه موت الجناح العسكري، الله يسعدك، في الثانويه كنت الثالث على المملكه. جميل. اكتشفت انه مش هذا مكاني، يعني الصوت يصيح ومع المحاولات الصوت ما يسكت نهائيا، والله ما يسكت الصوت هذا الا اذا وجدت مكانك اللي هو تجد انت في ذاتك وتظهر ابداعاتك. فانا بعد تخرجنا وبعد ضابط، ثم بعد ذلك تركت وتوجهت الى مكان اخر، وبعدين يعني وجدت ذاتي. وانا متخصص، تعرف الدكتور طارق والاخوه، الكلام للجميع، الاخوه المستمعين، تعرف الدكتوراه عندي في اللغه الانجليزيه، اللغويات التطبيقيه. وانا مبدع فيها، ومدرب توفل، مدرب ايلتس، ومصمم حقائب تدريبيه اللغه الانجليزيه، ولكن وجدت نفسي في اكثر اللي هو الابداع. هذا الصوت قاعد يسكت سكت عن اللي هو في التنميه البشريه والمهارات الحياتيه. جميل. والتنظيم. جميل. الاداري. فكانت ابداعاتي صحيح وصلت الى مستوى الاحترافيه هناك، لكن كانت الابداعات الحقيقيه اللي تشعر فيها بالسعاده وانت تعطي، وتحس بسعاده المتلقين مثل ما شعرنا بالسعاده الان بالكلام اللي انت قلته. انت تخصصك هندسه يا دكتور طارق، ولكن انا متاكد انك واصل يعني مكان متقدم في الهندسه احترافيه، ما في خلل، ولكن انت ابداعاتك اللي يمكن انت انبسطت فيها وشعرت فيها بالسعاده هي انت وجدت نفسك في المهارات القياديه ومهارات المحاضره بهذا الشكل. فالإنسان كنت حاضر، لا ثواني بس دكتور، كنت حاضر في محاضرات كنا نطرح هذا الموضوع. أنا طبعا أعمل في مؤسسة أمنية، وكان يقولوا أنا دكتور هذا ما يناسب له كذا، كان يعمل لي إشكالية إن إحنا والله هذا ما يناسب له، لازم نطلع. فالإنسان مهما كلفته الظروف، أنا إني خرجت من مكاني اللي كنت فيه ومن منصبي وكلفني كثير، لكن بعد ذلك أنا وجدت ذاتي والله. وانا ونصيحتي يعني للاخوه اللي يستمع وكل احد يعني اذا يسمع كلامي، انه انت في مكان ما تشعر فيه في السعاده، ما تشعر انه يلبي ما بداخلك، اتركه مهما كلفك الظروف، راح ربنا يعوضك وتجد ما زوده. بس دكتور طارق اللي تكرمت علي، احد الاسئله يمكن انت ما انتبهت لها، احد الاخوات سالت قالت لازم تكون انا مفتعله، هي مفتعله، اللي افتعلها متكو. طيب نسمع ايضا. اشكرك دكتور. في عندنا اسئله من الاخت زينب، وفي عندنا الاستاذ عبد الهادي ايضا. في عندنا حنمشي بالدور. حنمشي بالدور. يا ريت انت عندك الامور. تفضل استاذ رائد. استاذ رائد، صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور طارق الله يعطيك العافيه، طبعا حديث رائع وذو شجون صراحه. يبارك فيك. ارجو الله يسعدك، ارجو انه يتسع صدرك وصدر الجميع للمداخله بسيطه ان شاء الله رب تفضل العالمين. تفضل يا سيدي تفضل. احنا طبعا انت فتحت علينا مواجع للاسف. انا موجود في الميدان، يعني انا اشتغلت 15 سنه مدرس في المدرسه الاهليه الخيريه بدبي، وخمس سنين اختصاصي مشرف اداري. طبعا الكلام الله يحييك ويستلمك دكتور. طبعا الكلام اللي حكيته هذا واقعي 100%. احنا انا بشوفه بالمدرسه، للاسف لم يستطيع طالب ولم نستطيع نحن ايضا اكتشاف اي طالب. ومن خلال عملي كمشرف اداري، انا اكتشفنا مجموعه من المواهب صراحه، في طاقات ابداعيه ومواهب جباره موجوده بين طلابنا، لكن للاسف البيئه الموجود فيها الطالب هي بيئه غير محفزه تماما. لذلك لا يستطيع الطالب فعلا، الطلاب اللي عندهم فرط حركه وعندهم ذكاء حركي، انا شخصيا انا لما كنت طفل، وابني الان عنده ذكاء حركي بشكل مش طبيعي. الله يخليك. فعلا انا الله يسعدك، انا كنت اعاني من الكلام اللي حكيته سابقا في طفولتي، انه بتحرك كثير، اربطوه يعني اربطوه بالسرير، اربطوا رجله بالسرير، ما تخلوش يتحرك، هيك كانوا يقولوا فينا يعملوا لنا. مزبوط صحيح. لذلك ذكرت نقطه مهمه حضرتك،
اول شيء النظام التعليمي اللي بيمارس او يطبق في الوطن العربي لا يخدم هذه الفئه او فئات كثير من المجتمع، زائد عدم ترابط النظام التعليمي في المراحل الابتدائيه والنظام التعليمي في المراحل الثانويه والجامعيه والسوق، سوق العمل غير مترابطين تماما. في فجوه كبيره، زائد انه المناهج نفسها هي تعتمد بشكل رئيسي انه الطالب، انا درست ماده العلوم، انا تخصص احياء وجيولوجيا في الاصل، جميل، درست مادة العلوم، كان التركيز كله أنه الطالب يحفظ المعلومة ولا يمارسها، لأنه ما في وقت لممارستها بسبب زيادة كمية المادة الدراسية خلال العام الدراسي. وطرحت هذه المشكلة مرة في اجتماع مع الوزارة. طبعا أنا بقول لك للأسف أنه المناهج كلها في الوطن العربي لا تخدم هذا الموضوع، وهذا السبب الرئيسي اللي أنه أصبحنا للأسف بقولها أنه في ذيل الأمم. يعني الأمم الأخرى زي ما تفضلت حضرتك هي موجودة بترابط كامل مناهجها وأسلوبها ونظام حياتها، عشان هيك بتكتشف قدرات الآخرين، لكن إحنا لا نستطيع اكتشاف أنفسنا عشان نكتشف قدرات الآخرين للأسف. شكرا لك، أسف على الإطالة دكتور. لا بالعكس أشكرك. لا لسه إحنا المحاضرة لسه ما بلشت أختي مريم، بس إحنا عم نأخذ المداخلات، لسه المحاضرة في أولها. تفضلي أستاذة زينب. يعطيكم العافية جميعا، أهلاً دكتور. أهلاً وسهلاً، شكرا جزيلا على المعلومات الجدا الرائعة اللي عطيتنا إياها. يبارك فيك ستنا، الله يسعدك. حيكون عندي بس شوية مداخلات، لما حكينا على الأشخاص وكيف أنها بيشفي المرض عن طريق التفكير، هي بترجع للعقل الواعي والعقل اللاواعي. إحنا لو قعدنا نفكر بالشغلة على مدار مثلا أسبوع بشكل متكرر، لا إراديا بعد فترة بنصير نعمل فيها، مع أنه ممكن تكون طبعا ضد مبادئنا أو ضد أفكارنا، بس مع تكرار التفكير فيها بنعمل فيها. كلامك سليم. هو هذا الشيء اللي بيساعد الشخص على أنه مثلا يتخطى أزمة التفكير السلبي أو التفكير الإيجابي. كل ما إحنا كنا إيجابيين بتفكيرنا، كل ما إحنا وصلنا للنقاط اللي إحنا حابين نوصل لها. صحيح. بخصوص الذكاء الحركي والأستاذ اللي كان بحكي قبلي، في فرق كتير بسيط احنا حاليا عم بنواجهه بالمجتمعنا العربي، انه احنا عنا فرق بين انه يكون الحركي هو ذكاء حركي وبين يكون هو مرض اللي هو ADHD اللي هو فرط الحركة وفتت الانتباه. صح. صح. حاليا في المجتمع ومجتمعاتنا الشرقية، اي طفل، طبعا انا اختصاصية تربية خاصة، اي جميل. طفل تلاقيه عم بتحرك بسرعة، لا هذا عنده ADHD، ما عندهم ابدا تفكير ممكن يكون عنده موهبة. كلامك سليم. نحكي كمان على موضوع التعليم وانه هي مجتمعاتنا احنا هي اللي اخرتنا، رح افكر فيها بشوي اختلاف. الفرد هو اللي بيقدر يغير المجتمع 100%. انا ما رح أجي، يعني انا رحت على روسيا ودرست هناك، لما جو اقفوا احكي لا انا ما حقدر اغير، استنى المجتمع هو اللي يغير. المشكله مش فيني، المشكله في المجتمع. لكن لو كل واحد فينا بدا من عنده، عمل يعني first step من عنده، رح نقدر نوصل ونتغير. لكن ما نضلنا واقفين ونقول لا أنا مش بإيدي، أنا ما حقدر أعمل. نبدأ نغير من حالنا بتفكيرنا الإيجابي، حتى بأنه إحنا نكتشف مواهبنا ومواهب أطفالنا، المدرسين الأمهات يكتشفوا، يقعدوا شوية مع أطفالهم. الأطفال ما بدهم أكثر من إحنا نكتشفهم، هم عبارة عن لعبة بازل، نقعد نكتشفهم نحللهم عشان نقدر نفهمهم. أشكرك فعلا أشكرك أختي زينب. أيضا نأخذ كل الأسئلة بعدين بعلق. في عندي كمان أستاذ عبد الهادي رمضان، وبعدين إذا بتحب أقرأ لك الأسئلة المكتوبة، نتركها، فينا نتركها للآخر المكتوبة ومنعلق. بصير تفضل أستاذ عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير، المحاضرة طيبة والمعلومات قيمة. يبارك فيك ويحفظك. يعني أنا عندي طفلة بعاني من إحدى الأنواع اللي أنت تكلمت فيها. أنا عندي سؤال محدد بالضبط، إن لم يكن طفل أو في طالب نوع من أنواع الذكاءات، هل يمكن تنمية أو خلق نوع ذكاء معين في طفل؟ طيب جميل. في حال ما قدرنا نخلق أو نكتشف، هل يمكن تغيير مسار نوع من الذكاءات؟ يعني في طفل عنده ذكاء اجتماعي أو ذكاء خلينا نقول حركي أو أي نوع من الأنواع، هل ممكن تغيير مسار من جذري جميل. لهذا الطفل؟ جميل. في تعليق صغير على الأستاذ رائد، في بعض الطلبة عندنا، أنا مدرس من 16 سنة ورئيس قسم، يعطيك العافية، الله يخليك يا رب. في بعض الطلبة عندنا قمنا بتنمية مواهبهم وذكاءاتهم
وانتجوا في 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 بعض الاشياء التي تابعناها. جزاكم الله خير وانا بانتظار. شكرا شكرا دكتور عبد الهادي. شكرا. طيب انا اجاوب بعجاله عن الاسئله اللي اجته, بعدين ان شاء الله نتابع, بعدين راح ناخذ الاسئله كلها, ما راح تطلعوا الا مجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. دكتور مخلد, لا شك احنا يعني بنرجع بناكد اهميه المعلم واهميه اختيار شغفك. دائما شغفك هو الاساس. وطبعا تحيه لاهل المفرق. انا المفرق يمكن انا اشتغلت هندسه وكنت اصمم مدارس, فما في مكان في المفرق الا في مدرسه مصممها وحط عليها مخطط يعني. فتحيه للمفرق, تحيه لاهل الاردن جميعا. استاذ رائد, فعلا المخرجات بحاجه الى اعاده هيكله, لانه المناهج مش عم بتلبي الطموحات لسوق العمل. انا اوضح نقطه, احنا انا بشتغل في الامم المتحده, عندنا تقريبا بهالاسابيع هاي كلها كل 10 ايام عندنا اجتماع مع اليو ان. انا بشتغل في الهيئات اللي لها علاقه بالبحث والتطوير والتدريب, ما لي علاقه لا بالسياسه ولا بحب السياسه اصلا. فالان السوق يعني هي ما بعرفش هي بدي اعطيكم يعني شيء مبشر ولا شيء ما بعرف, المهم راح اعطيكم. السوق القادم ليس سوق شهادات, هو سكيل بيست وليس سيرتيفيكت بيست. السوق القادم سوق مهارات وليس سوق شهادات. والشهادات بقول لك يعني ما بدي اقول بلها واشرب ميتها, هي يعني بس بتحطك على شويه طريق, لكن السوق يحتاج مهارات, والمهارات التي يجب ان تزرع نفسك فيها الرقمنه. الان الاميه الرقميه هي اللي راح تعفيك من شغلات كثيره. فرقمنه التعليم, رقمنه المناهج, مش لانه انا بدي ارقمن, لا, لانه صارت التكنولوجيا شئنا ما بينا, كيف نستطيع ان نديرها بدل ما تديرنا, هي عم بتدير كثير منا. فارجو ان يكون واضح انه احنا في سوق يحتاج مهارات وليس كثرة شهادات. أيضا الغرب عنده فكرة أنه إذا أنت مثلا جيت أخذت الماجستير بعد 7 سنوات خبرة ما بعترف لك فيها, بقول لك أصلا الماجستير تبعك أضعف من الخبرة, أنت خبرتك أعلى من الماجستير, شو بدك في الماجستير بعد 7 سنين؟ إذا بدك تأخذ ماجستير خذه خلال 3 سنين من تخرجك. فبقول لك الشهادة بطلت يعني, إلا إذا أنت عندك عشق للعلم. بس عشق للعلم تقدر تتعلم لحالك بدون أي هذا, وشوف مهاراتك أفضل لك. فهذه أيضا تعليق. أيضا في عنا أستاذ رائد موضوع الفرد نفسه يمكن هو نواة التغيير, ويمكن أشارت أختي زينب. أرجع للأخت أستاذ رائد, خلينا نعيد المخرجات بطريقة تضمن أنه الجيل يمشي صح. وبرجع بأكد تحيتنا إلى كل معلمين الوطن العربي. أختنا زينب مداخلتك كانت جدا ممتازة. مرات فرط الحركة قد يفسر باتجاهات مختلفة عند الكثير. فإحنا بنقول دائما, وكما أشرتي من تجربتك في روسيا, أنا بقول دائما كل إنسان قادر على التغيير, لا تستنى المجتمع يتغير, العب من مرماك. دائما في شيء اسمه كم دائرة تأثيري, إذا بقدر أأثر 1 بالمليون أحسن من 0 بالمليون. وهون يمكن أطرح فكرة بسيطة جدا اسمها BCD, احرف الانجليزيه BCD. معلش دكتور مخلد, ما دام انت انجليزي عندك هذا فالامور تمام. BCD, شو هم البي سي دي؟ شوف يا سيدي, البي البيرث, الولاده, انولدنا, ما لناش علاقه في البي, ما لنا علاقه في البي. ترى البي انا اجيت الوالد والوالده خبصوا اجيت انا, تمام. فالبي بيرث, الدي ديث, يا تشويس, الخيار عندك, الخيار عندك. إذا بتقول لي أنا ماليش في السي, صرت بي سي دي وتوكل على الله. لابد من إعادة الهيكلة. دكتور عبد الهادي أشكرك أيضا. يمكن إحنا قلنا إنه في, ترى بالمناسبة 9 ذكاءات موجودة, بس في 3 فطرية أعلى من غيرها, هذلاك بنشتغل عليهم بالتنمية. نعم, راح أتحدث عن استراتيجية تنمية الموهبة, في إلها مناهج بالتنمية, وتغيير المسارات وارد. إذا في شيء اسمه الآن إني أدمج الذكاءين, مثلا أجي أشوف والله عنده ذكاء حركي مع تحليلي, بقدر أطلع منه منتج خطير جدا, تمام. ذكاءه مثلا في الرسم لكن عنده إبداعات كذا, بدمجهم مع بعض, وتغيير المسارات مع شيء اسمه خلطة الميكس بتعمل كثير. طيب خلينا نتابع عشان يكون, لانه لسه فيه كثير حديث. فاذا الامور اوكي واحد واحد واحد, والاسئله ما غطيناها راح نرجع نغطيها ان شاء الله. فنمشي على بركه الله. الان ايضا مؤشر خطير, يا ريت ترسموه معي لانه عشان اوصل لك اياه, مهم جدا هذا ترسمه. اول شيء ارسم لي خطين متقاطعين, اول شيء قبل ما يعني على الدفتر, عشان هيك حكيت انه لازم يكون في عندي دفتر. نعمل خطين متقاطعين, فبصير عندي 4 مربعات. الآن المحور العمودي اكتب عليه كيفية استقبال المعلومة, يعني كيف أنا بستقبل المعلومة, وأرجو تطبقه على حياتك وتطبقه على الأشخاص اللي زي أطفالك وكذا. كيفية استقبال المعلومة على المحور العمودي, فاكتب المحور العمودي هذا. طيب قال لك الناس كيف بيستقبل المعلومة؟ قال في طريقتين, يا F يا T. لاحظ أنا كاتب T و F.
في ناس لما تعطيه المعلومة بصير بالفيلينجز وبيسرح فيها وبينطلق وبصير يتخيل، في ناس لما تعطيه المعلومة ببلش يحلل فيها ويكسرها ويحطها، فأنت وين أكثر؟ حط لي نسبة مئوية، علما أن النسبة المئوية T زائد F يساوي 100%، صعب تكون 50-50، صعب. ممكن تقول لي أنا والله 70% T 30% F، يعني كيف؟ حتى بغض النظر إيش المعلومة اللي بتعطيها، مثلا واحد بتقول له عن نيوتن، مثلا نيوتن اللي اكتشف الجاذبية، هذا تبع الاف تعرف شو بيسوي؟ بتخيل حاله محل الشجره، محل نيوتن والتفاحه، وكيف التفاحه وكيف لان التفاحه كان وكيف لما سقط التفاحه، هذا الفيلينجز. اما الثينكينج ببلش يربطها بالمنطق والادراك، نعم سقط تفاحه اذا في قانون جذب، اذا انت وين اكثر؟ حدد وحط لي نسبه مئويه، يقول لي والله مثلا 70-30 80-20، مستحيل 50-50 ترى صعب. طيب نيجي للمحور، اذا صار اف تي نيجي على المحور الافقي. المحور الافقي اكتب عليه طريقة معالجة المعلومة، إذن العمودي استقبال المعلومة، الأفقي معالجة المعلومة، كيف أنا بعالج المعلومة؟ في طريقتين للمعالجة، الدي الدي اللي هي على اليسار doing، بمسك المعلومة بحاول يجربها، يعني بدي أفهمها كيف هاي بتصير، بتطلع منها سيارة، أعمل منها مكعب زي ما هون في عندي مكعبات، أعمل بحاول يجربها، فبيسمي التجارب. هذاك الثاني بالرقابة، ما بحب يشتغل بإيده practical، براقب الأمور كذا، بتعلم من الآخرين، بيسموها watching وليس doing. فبصير في عندي أربع أنماط تعلم داخل كل واحدة مليون وظيفة. هلا بوضح لك، في ناس فأيضا شوف كم الدي والدبليو عندك، يعني يقول لي مثلا دي 60 الدبليو 40 مثلا، مع أنه هو يفضل أنها تكون فوق 70 كل واحدة، يعني صعب 50-50 ترى مستحيلة، مستحيل 50-50، بعطيك إياه في حالي واحدة بوضحها بعدين. الآن صار عندي المربع اللي على اليمين اسمه FW، هو شخص بحس بالأمور وإحساس عالي جداً بس بالرقابة والتأمل بيشتغل، فبسموهم FW، أوضح لك إياهم مين FW. هدول ما بطلع معهم مخرجات، بطلع معهم إشي مش ملموس، الشعراء. هنا ترى الF إبداعيين، التي تحليليين، الF إبداعيين، ونسبة الإبداع بالمناسبة التي أكثر من الF بكثير، يعني نسبة اللي بيشتغل بالF 10% من العالم، 90% شغالين على التي، خذ كل الوظائف تلاقي الاف قليله. فالاف دبليو بيطلع منهم مثلا شعراء، طبعا الشعر انت ما بتشوفش القصيده، بس هو عنده احساس عالي وطلع شيء بتقدر تتامله بس ما بتقدر تجربه. الشعراء، الممثلين اللي بيشتغلوا بالصحافه بالاعلام بكذا، تمام، الكتاب اللي بيطلعوا امور ابداعيه، هذول موجودين اف دبليو. طيب في ناس لا، تحليلي مع دبليو، تي دبليو. حبايبنا الأكاديميين في الجامعات اللي عمره ما اشتغل قالوا بدرس، عمره ما اشتغل. أنا طبعا أنا أفتخر أني اشتغلت 17 سنة مهندس مدني قبل ما أروح أدرس طلاب الهندسة المدنية. أنا شميت الإسمنت شم، والخرسانة والله خالطها بإيدي، الحديد ماسكه وحاطه في العمود، فلما رحت أدرس كنت بسهولة أدرس الخرسانة. فلكن معظم الأكاديميين اللي خلص ماجستير دكتوراه وما اشتغل، خصوصا في الطب والهندسة والصيدلة، لازم يكون ممارس، بيصيرش ويكونش مش ممارس، كيف يدرس هندسة إذا مش ممارس هندسة؟ فتي دبليو المعلمين، أصحاب الأبحاث، الأمور النظرية، المحاسبين وهكذا، هدول تي دبليو. تي دي حبايبنا، تي دي هو بحلل وبطلع معه إشي ملموس، بسموهم العلوم التطبيقية، المهندسين، المهندس المدني مثلا، المهندس المدني، إحنا بنعطيه علوم الفيزياء بطلع منها مبنى، هيو حديد وإسمنت وبركب، المهندس الميكانيكي بطلع منها سيارة بتمشي، المهندس هذاك بطلع منها ألعاب إلكترونية، فهذول كلهم مهندسين أو اللي بيشتغلوا أشياء عملية بيست على إشي محلل، تمام؟ تي دي بحلل وبطلع أشياء ملموسة، كل العلوم التطبيقية، طب الأسنان إلى آخره، كلها موجودة في التي دي. النسبة القليلة جدا هم الإف دي، الإف دي نسبتهم عالميا 3%، هذا وأنا متفائل 3% الأبحاث. بس مين هم هذول؟ هذول هم اللي ماسكين العالم، وهذول هم اللي بيشتغلوا في الإبداع، وبطلع معهم إشي إبداع مع إشي ملموس، مش زي هذاك شعر، لا، مثلاً بطلع معه روبوت معين، تمام؟ الشيف هذا اللي بتبخ لك طبخة، هذول إبداع، بس بطلع لك إشي تقدر تأكله، تتذوقه، فهو هذول هم جماعة الفاشن ديزاين، يعني الإف دي بالصدفة جاي منطبق عليها، الفاشن ديزاين اللي بيشتغلوا في الملابس وتطوير الكذا، هذول كلهم يعني هم إف دي. وين أنت؟ كيف تعرف وين انت؟ شوف مثلا اذا كانت الاف مثلا عندك 30 التي 70 انت باتجاه التي 70، طب الدبليو عندك 60 اذا انت تي دبليو في هاي، اما اذا كانت الدي اعلى انت تي دي، فحدد انت وين ببين مهنتك، اربطها مع التسع ذكاءات بيطلع مين انت، لازم يطلع مين انت.
وطبعا هاي في الورش اللي بنعملها ورش عمليه بنساعد كل شخص يطلع مين هو وين المهنه تبعته. فهذا نموذج جدا مهم جدا ان كيف انا بستقبل وبعالج المعلومه فبعرف انا وين النمطيه. بالمناسبه عشان تعرف اكثر عن كل نوع اللي موجود في الاف دبليو الاسئله دائما في دماغه، لماذا؟ لماذا سقط التفاحه؟ لماذا سقط التفاحه؟ تمام؟ اما الجماعه اللي تي دبليو لا، هذا بيجي بهم سؤال ماذا؟ ماذا تعني بقانون الجاذبيه؟ ماذا ماذا بيسال وات، هذاك بيسال واي، هذا التطبيقي بيسال كيف. طيب عم فهمنا الجاذبيه كذا، كيف هذا تطبيق؟ انا بدي افهم ايش تطبيقي، بيسال الكيف. الاخطر هم الاف دي، هذا ما بيسال ولا اي سؤال من هذول، بيقول ماذا لو اخذت كذا وعملت كذا بيطلع افكار ابداع، ابداع افادوا العالم فيه. هذول جماعه الاف دي، الاف دي تمام. هذا باخذ سؤال ماذا لو، خذ جميع العلوم تطورت من ماذا لو، تمام. يعني العلماء لما كانوا يسالوا ماذا لو، ماذا لو التفاحه ما سقطت على الارض شو ممكن يصير؟ صار فيها علوم اخرى اسمها دي إليفيشن، الان عكس الجاذبيه بالقمر يطلع القمر وكذا، صار في ابداعات هائله جدا، تمام. فهذا مهم جدا انه نفهم هذا الرباعيه اللي موجوده امامنا. وتابع عشان لانه في اشياء لازم اتحدث فيها ايضا قبل ما نفتح مجالات الاسئله. الدماغ والقلب بين كفتي ميزان، لاحظ هنا ها، اف هي بالشعور بالفيلينجز وتي هي بالثينكينج. اوضح نقطه ومهم ان نوضحها، القلب مش مضخ الدم، هو اكيد مضخ الدم بس القلب كثير اهم من مضخ قلب. القلب هو القائد والدماغ منفذ، واذا تحكم قلبك دماغك في قلبك اتاكد انه في شيء عندك، المنطق مش هو اللي بمشي الامور كثير. الإحساس والشعور والقوة الحافزية اللي موجودة قلباً هي اللي بتنجز. واستفتي قلبك وإن أفتوك كل العالم، كل العالم لو أفتوك استفتي قلبك. الشعور الداخلي اللي بيجيك صادق حتى لو كل العالم بتقول لك غلط. أنا تجربتي في الحياة يمكن بفضل الله عميقة جداً، عميقة عميقة، وصار معي أفلام في الحياة أفتخر إنها صارت، لأنه منها تعلمت الكثير اللي قاعد أنا بنقول لك إياها من خلال تجارب واقعية مشيت فيها. فالقلب ليس مجرد مضخ الدم، لا، القلب بتعرف أنه المنظومة القيمية الإيمانية قلباً، القلب موجود فيه المنظومة الإيمانية القلبية. أنت لما تشعر بوجود الله تشعر بوجود الله قبل أن تفكر بوجود الله. فالمنظومة القلبية القيم كلها في القلب، التقوى ها هنا، تمام. أيضاً القلب خطورته أنه وجدوا في مايو كلينك أنه خلايا الموهبة في القلب وخلايا المهارة في الدماغ. سبحان الله، خلايا الموهبة وأؤكد من هاي المنصة في القلب وخلايا المهارة في الدماغ. وهذا اللي أثبتته مايو كلينك، ومايو كلينك الآن موجودة في أبوظبي هنا، يعني مستشفى نحترم جهود مستشفى مايو كلينك، بيبحث في الامور اللي لها علاقه بالسرطان والقلب والدماغ وامراض الامور اللي، وصراحه مركز بحثي خطير جدا. انا موهوب في الكمان وكان ناوي يتبرع بقلبه عند الوفاه، لما نقل قلبه لشخص اخر اللي الثاني ولا بيعرف شيء عن الكمان، بعد العمليه كان عازف كمان متميز، متميز. هذا مش انا اللي بحكي، هذه ابحاث مايو كلينك اللي بتحكي، تمام. المشكلة صارت قضية وهي حقيقة بس حلوة يعني أذكرها على سبيل المزاح لكنها حقيقية. في واحد عملت زوجته العملية، عملت العملية، فرجع للدكتور بيقول له دكتور أنا مش عارف زوجتي بعد العملية صارت بترقص كثير في البيت، كل البيت رقص. قال إيه، نسيت أقول لك إنه نقلناها قلب رقاصة. هذا واقع، أو أفكر إني بمزح معك بس يعني على سبيل النكتة جبتها. هذا فعلا خلايا الموهبة قلبا وخلايا المهارة دماغا، استفتي قلبك، اشتغل على القلب، خطير خطير في الحافزية والذكاء العاطفي قلبي، الذكاء التحليلي منطقي اثنين، لكن العلماء اللي اشتغلوا صح بالشعور والفكر وازن بينهما فأخرج مخرجات بدأت بالتحفيز ثم أصبحت واقع بالتحليل والمنطق. هذا لابد أنه نفهم هذه الأمور عشان نقدر نستوعب كيف أبدأ الاستثمار. لكن سأتوقف أيضا لخمس دقائق لبعض الأسئلة اللي ما غطيناهاش، واللي بيحب يسأل أيضا ويعطي مداخلات نرحب بذلك، ونعطي أولوية للي ما سأل، واللي بعدين اللي ما فيش شيء بناخذ من اللي حب يسأل كمان مرة أخرى، بنرحب بالجميع. احنا نبدأ بأستاذ عبد الرحمن. تفضل أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية أول شيء على المعلومات القيمة الصراحة، وبالإضافة يعني حابب أثني على معلوماتك يعني، وكأنك أخصائي نفسي وليس مهندس ما شاء الله. الله يبارك فيك. يعني أنا أخصائي أيضا تربية خاصة ويعني متبحر شوي في علم النفس. جميل. يعني ما شاء الله مصطلحاتك رائعة جدا وجميل فيك. جدا والصراحة مستمتع جدا بالمحاضرة. الله يعطيك العافية. يبارك فيك سيد الرحمن يخليك ويحفظك. الله يبارك في عمرك يا رب. وأنت بخير. وانت بألف خير. حابب بس عندي سؤال ونوه على نقطة. أول شيء بالنسبة للسؤال، يعني أنا أعتقد أنه ذكائي اللغوي كويس وحطيت لنفسي نسبة 17 من 20 فيه. ممتاز. لكن عندي مشكلة بصراحة في تعلم اللغات الأخرى يعني، وبالذات اللغة الإنجليزية. يعني أنا باللغة العربية ممتاز جدا، حتى أني بكتب خواطر، بكتب شعر. يعني الحمد لله جيد بمهارات اللغة العربية، لكن في تعلم اللغات الثانية مثل ما تفضلت عليك، مثل ما قلت لك، بالذات اللغة الإنجليزية لاقي صعوبة كبيرة، يعني حتى لدرجة أني بكره الصراحة كنت حصة اللغة الإنجليزية من أيام المدرسة. يمكن أستاذ الإنجليزي كرهك فيها. يمكن والله ممكن. ويعني أنا من الجيل اللي ما بدأ من صف أول يعني لغة إنجليزية. صف الرابع خامس. أيوة. فكانت يعني هاي أحد المصايب صراحة. نعم بالضبط. يعني أنا اعتقادي إلى دور هاي. وفي شغلة ثانية حابب أنوه لها، أنه بالنسبة للذكاء اللي هو 80% موروث و20% بيئي. فهاي شو يعني علاقتها المباشرة بالذكاءات نفسها؟ إذا فيك تربط لنا إياها يعني أكثر. تمام. يعني تمام. من وجهة نظرك ما شاء الله ومعلومات. الغريزي 8% سيدي. هلا بتحدث. أوكي. شكرا أستاذ عبد الرحمن. طيب نعم. سؤال أو سؤالين. أستاذة شيخة، شيخة أحمد. تفضل أستاذة شيخة. يا هلا دكتور، يعطيك العافية. هلا ستنا، كيف حالك؟ تمام، شو اخبارك؟ نشيطة ما شاء الله عنك. دائما وابدا. لا هي حقيقة يعني. دكتور انا بس عندي تعليق بسيط يعني على انت معلقت على المدارس اللي هي التقليدية. فعلا انا مثلا شخصيا انا ممكن هذه راح تنوه للبقية اذا كانوا اباء او معلمين على الموضوع اللي كان عندي. انا كنت اجد جدا صعوبة في المذاكرة لما كنت صغيرة. يعني بتلاقيني في الصف أفهم كل شيء، بس على إني أروح أراجع أذاكر فكان عندي صعب. شوي شوي لما كبرت حسيت إني أنا ما كنت أعرف أذاكر إلا بفيجرز وأعمل وأعمل تعرف نفس التشارتس وهالسوالف، غير كذا ما أفهم ومستحيل المعلومة تثبت. وتمت لحد الجامعة وكملت الماسترز. تعرف إني أنا الحين لما اشتغلت في الكواليتي أسهل شيء عندي أعمل تشارتينج وأورجنايزيشن تشارت. أحسن واحد فيها. شوف كيف إنه هاي إن الواحد لما يعرف شو الويكنس أو السترينث مالته ويشتغل عليها. صحيح. أقول لك هاي ممكن إنه صدق إنه يمكن شغلة بسيطة لو أنت تنتبه للطفل. كلام سليم. منه من يوم هو صغير والله راح يربح وايد لحد ما يوم يكبر. صحيح. ولا صحيح. هذه بس استثمار. استثمار حقيقي، استثمار حقيقي أختي شيخي في أبنائنا صراحة. يعني أنت يعني منيح أنك لحقتي نفسك واكتشفتي نفسك، وهون دعوة أنه كل شخص يكتشف يعني الطاقة. للأسف المدارس التقليدية ضيعت على الأمة اقتصاديات كبيرة. تعرف أنا لو كل شخص حاطه في الإشي اللي ولد من أجله الاقتصاد الوطني منبطل نعتمد على الغرب اصلا، لانه عندنا طاقات ما شاء الله هائله. فصحيح، فبالتالي انت خلص صار عندي انا منظومه مثلا ارقام كما اشارت اختنا الشيخه، ف صارت قدرت تستخدم الأرقام في منظومة المراجعة وصار عندها الأمور بالاتجاه السليم. أيضا دكتور عبد الرحمن، يعني اللغة العربية، أنا اللغوي قلنا يحب القراءة، أنا قلت ممكن يكون عنده حب تعلم لغات أخرى، مش شرط أنه بحب بس ممكن يكون عنده. يعني هم وجدوا أنه اللغويين بشكل عام سهل عليهم الخوض في اللغات الأخرى. بس ممكن أنبه لنقطة بسيطة جدا، نقطة بسيطة جدا، أنه الأهل أو المعلم، ممكن معلم الابتدائي يخليك تكره اللغة الإنجليزية. يعني ننصح أنه نحط أبنائنا في المدارس اللي تحترم عقل الطفل بمجهوداته. يعني الطفل مثلا، أنا متأكد أنه في ناس كره الرياضيات من وراء أستاذ الرياضيات، وإحنا في التعليم طبعا المعلم اللي بيستخدم كلمة غبي وكلمة كذا هذا لازم يعني ينشال من التعليم. ما في طالب غبي، ما في طالب غبي، ما في طالب سيء، في سلوك بحاجة إلى تعديل، في معلم مش عارف منهج، بس ما في طالب غبي، هو مش عارف يجيب على مستوى الطالب. فبالتالي الطالب، يعني انا اعطيكم مثال كنت اضربه دائما لطلابنا،
انه كيف المعلم ممكن يغتال دون ان يشعر. ترى كنت اوضح لطلابي في الهندسه اقول لهم المهندس ترى غلط مبين، يعني اذا انت صممت عماره ووقعت بيمسكوك وبيحبسوك. الطبيب غلط مبين اذا في غرفه العمليات بشرط راح فيها. طب المعلم اللي ضيع اجيال 50 سنه مين حاسبه؟ قال ما هو مش مبين. قلنا بالضبط، اذا اللي مش مبين هذا ضيع الام بلاوي، ضيع اقتصاديات دول. فنرجو أن يكون المعلم مسلح باستراتيجيات التعليم، فاهم علم نفس قبل ما يكون فاهم أنه بيدرس فيزياء. أنا شو بهمني واحد بيدرس فيزياء؟ مش مهارة التعليم. أنا كنت دائما يعني مع زملائي حتى في قسم الهندسة قلت أنا مش مهم أنت، ما أنت معك دكتوراه، بهمنيش أنا الدكتوراه تبعتك، بتقدر توصل علمك للآخرين. لأنه فن الاتصال قاعدة جدا ذهبية في فن الاتصال. أنا ما بحكي اللي أنا فاهمه، أنا بحكي عشان أفهم الناس اللي أنا فاهمه، لأن إذا بحكي على مستواي بضيع الأمة. أنا خاطب الناس على قدر عقولهم. فالتعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم مليون مرة التعليم، لأنه هو بداية الأمور. والأهل لا شك، والأهل لا شك. دكتور بعد عنا رولا حاج كانت بدها تعمل مداخلة صوتية، وبعدين في عندي أنا بعض المداخلات الكتابية، هاي دول منتركهم لمن بعد ما حضرتك تبدأ بفقرة الاستماع. لا شك، تفضل يا رولا. تفضل. مرحبا، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا فيك يا كرافي. طبعا ما شاء الله عليك، المعلومات ثريه جدا والمحاضره ممتعه جدا. بارك فيك الله. يبارك فيك يا ربي. بالنسبه للمعلمين والمعلم اللي ضيع اجيال، طبعا هذا شيء يعني احنا اكيد كلنا يعني بنأكد عليه. المشكلة عنا إنه المعلمين بتخرج من الجامعة بحطوه يعلم أجيال، لا بيكون ماخذ دورات تربوية ولا دورات تدريبية ولا مهارات اللي هو الطلاب داخل الصف كيف نشتغل معاهم، ولا أي نوع من أنواع التدريب. مجرد إنه مثلاً ماخذ علامة متفوق فيها بمجال الفيزياء بيجيبوه يدرس فيزياء، وما له بيقدر يوصل ولا أي معلومة فيزياء، وطلاب كله الفيزياء كلهم من وراء. صحيح. وللأسف الفيزياء يعني من المشاكل الكبيرة بكثير عند الطلاب. نفس الشيء بالضبط، أنا في الأخ اللي علق بالنسبة للغة الإنجليزية، أنا العكس تماماً، أنا من الناس اللي درسوا بالسعودية من صف سابع بيت إنجليزي، بس بالبيت كانت الوالدة من الناس اللي بحبوا الإنجليزي كثير، مع أنه هي كانت الله يخلينا إياها يا ربي، مش مكملة دراستها يا ربي، بس هي لحالها كملت لحد ما خلصت الأو ليفل بدورات، حببتنا باللغة الإنجليزية، وإحنا هلأ ما شاء الله علينا كلياتنا لغتنا الإنجليزية ممتازة والحمد لله. جميل سترولا، جميل. عندي سؤالين. تفضل. سؤال يعني دائما بحيرني. تفضل. هل يمكن أن يكون طفل خالي من جميع أنواع الذكاءات؟ السؤال الثاني أنا غالبا بلاقي حالي في منطقة التي دي حلو، بس لما بحاول احفظ شيء بتقلب كثير بالحفظ، هل هذا له علاقه؟ طبعا. جميل طيب. اشكرك سترولا، يعني نؤكد على مره اخرى، المعلم قبل ان ينزل الى انه يعلم فيزياء لازم يعلم. انا ما بوصل العلم، يعني اذكر لكم قصه صارت مع دكتور زميل إلنا وبنتقد دائما عليها وصرت أضربها في كل ملاحظاتي. طيب مرات يجي طالب بيسألك سؤال، خطير جدا. طبعا أنا أحترم الطالب اللي بخليني أرجع أراجع، يعني أنا بحترم الطالب اللي بخلي إني أنا هاي معلومة مش عندي إذا بدي أرجع. طيب شو عمل هو عشان ما يبين؟ طب أنا مش إنك أنت، مين قال إنك أنت مطلوب منك إنك تكون أبو العريف؟ يعني مين قال؟ يعني أنت طبعا لازم تكون في علمك بتعرف، بس في مرات أسئلة بحاجة إلى أنك ترجع. شو عمل؟ هو بحكي لي إياها بفتخر، وأنا منها صرت أخذ عليه يعني. شوف شو عمل، قال سؤال، طالب سألني سؤال ما عرفتوش، بتعرف شو سويت؟ شو سويت؟ شوف شو عمل، أنا المرة الماضية كسرت طاولة بديش الفندق يحاسبني عليها هلأ. هذا سؤال بتسألوه؟ أنا من أول الفصل بتعب معكو على الفاضي، هذا سؤال تسألوه؟ بكرة من أجل سؤالك هذا امتحان يا أخي، قد ما الواحد يتعب معكم أنتوا على الفاضي ترى، لا حول الله يا رب، هذا سؤال هذا؟ طبعا هيك حالي، طبعا اللي بيسأل هيك سؤال بيكون يعني قمة الصف، هذا اللي بيسأل سؤال بيحرج فيها دكتور هندسة بيكون عبقري زمانه. طبعا شو عمل فيه الدكتور؟ أخرسه لآخر السنة تمام. ومش بس هيك، مش بس أخرسه لآخر السنة، لما طلعوا من المحاضرة التموا عليه كل الدفعة،
يا اخي مشان الله بدنا ننجح، انت فضحتنا، فضحت الدكتور، انت هيشت الدكتور علينا يا اخي، مشان الله يعني. انا اول شيء خليت الطلاب يدبوا فيه، يعني فتحت عليه عش دابير واخرجته للنهايه. هي هذا التعليم؟ هذا التعليم؟ من يحاسب الاكاديمي؟ من يحاسب الاكاديمي؟ احنا مع الحوكمه، احنا مع الحوكمه والشفافيه، ولازم اي طالب مظلوم يرفع قضيه يا اخي. وين راحت العداله في التعليم؟ ففي قضيه. نعم، ولا يوجد طفل خالي، يوجد انه احنا ما قدرناش نكتشفه. حتى سبحان الله اللي عندهم اوتيزم عندهم ذكاء عالي جدا، يعني هم بيسموهم توحد ومش توحد الى اخره، لكن هذا النوع من الذكاءات الخاصه جدا باتجاهات تحتاج الى اخصائيين. يعني مرات بيجي بيقول لك اصحاب الاحتياجات الخاصه، بتعرفوا اصحاب الاحتياجات الخاصه هي مفهومها عندنا سلبي. انا واحد حركي احتياج خاص، هذا بالنسبه لي هذا الاحتياج خاص، هذا مش معناته انه دائما الاحتياج الخاص انه نيجاتيف، لا، في ناس عنده سبيشال نيدز بدها مدارس تعرف معنى الموهبه واستثمار الموهبه. التي دي هم تحليليين تمام، وباتجاه الامور النظريه. هلا كيف اقوي الذاكره؟ موضوع ثاني. الذاكره شغاله في الجزء التخيلي مش في الجزء التحليلي. الذاكره التذكر والميموري، ولذلك افضل فترات عشان تحفظ الامور هي فترات الصباح اللي بيشتغل فيها الدماغ الايمن اللي له علاقه في الحفظ والابداع. الدماغ الايسر له اكثر في المنطق والتحليل. فتي دي بدك تعودي حالك على انه بدك تحفظي شيء، بدك تتعلمي اسلوب الربط. يعني ان شاء الله احنا من خلال سيدز رح نعمل عده محاضرات، لانه الاسئله كل سؤال بصراحه بيحتاج مني مرات وقف الساعتين ثلاثه للحديث عنه، لكن نحتاج فعلا انه نفكر بهذا. طيب اعطوني واحد 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 عشان نكمل في كيف نستثمر. واحد واحد واحد، ممتاز. ميس اول وحده. انا فيني هن وعم بحطوا واحد واحد، بس خبرهم انه سيدز عامله حلقات توعويه، لان في البعض منهم عم بيطلب انشطه داعمه. الحلقات التوعوية صاروا اوريدي على المنصات تبعنا السوشيال ميديا واليوتيوب. جميل. يلي هي بتدرب الأهل كيف يتعاملوا مع أنماط التعلم الخاصة فيهم وخاصة بأولادهم، وهيدي لدعم ولنعمل نوع من الاستمداد والاستمرار لهيدي كمان الدورة. جميل، صحيح. أشكرك دكتورة هند. طيب الآن كيف عملية الاستثمار الحقيقي؟ بدي أعطي قصص، والقصة كل قصة فيها عبرة. في مزارع عراقي اسمه علي حافظ، مزارع عراقي، هاي قصة حقيقية، اسمه علي حافظ. علي كان تجارته ممتازة، يعني كان يأخذ المزروعات اللي بزرعها، وكان في تاجر بريطاني يجي يأخذ كل مزروعاته ويصدرها لأوروبا، ويعني يتعامل مع علي يأخذ مزروعاته، وعلي كان يجي دخل كويس من خلال الزراعة. بيوم البريطاني هذا بيجي عليه بيقول له والله يا علي أنا بصراحة حزنان عليك، شايفك بتشتغل وجهد وعرق وكذا، بتعرف إنه كل تعبك هذا بقطعتين ألماس؟ قال له شو الألماس هذا؟ قال له الألماس هذا معدن رهيب جدا وأقسى معدن وغني جدا وكذا، وسابه. صار علي يقول ألماس، وبلش يبحث قراءات عن الألماس، وصار يقرأ ألماس وألماس، وقرر يطلع رحلة البحث عن الألماس. فباع المزرعة تبعته، باعها المزرعة لتاجر، وبدأ رحلة البحث عن الألماس. استمر 20 سنة علي وهو ببحث عن الألماس، ما لقى. رجع لما وصل على باب بغداد، قال طب أنا بعد ما كنت تجارة ومعروف في البلد أرجع صفر. فللأسف انتحر على باب بغداد، وهي قصة حقيقية بالمناسبة، انتحر على باب بغداد. خلينا نرجع عودة إلى الشخص اللي اشترى منه المزرعة لعلي. ظل هذاك يستمر في المزرعة والزراعة، وما ظل البريطاني يجي عنده يأخذ المزروعات ويصدر. فبعد يعني بعد نرجع لعشرين سنة وراء، بيسأله بعد 4 شهور شو الأخبار أنت، كيف المزرعة؟ قال والله لازم أزرع ممتازة. قال له طب علي بتعرف عنه شيء؟ قال لا والله من 4 شهور من حد ما ترك ما عندي فكرة. وقال له طب انت شو؟ قال له والله صار اشي غريب في هالمزرعة. قال له خير؟ قال اكتشفت فيها بئر ألماس. هذه قصة حقيقية، انا لا امزح، بس لان ربنا بده يعطيك مرات شغلات. اكتشفت فيها بئر ألماس، فصار عندي المزرعة وبئر الألماس. انا بس هذه القصة الحقيقية، بس ارجوكم على حرف اللام من فوق حط شدة، علي حافظ في مكنون داخلي جواك ألماس. جربت تشوفه؟ جربت تشوف ألماسك الداخلي وتحافظ عليه؟ لا تطارد بريق الألماس الخارجي فتخسر. هذه قصة حقيقية،
وتحدث عنها بكل أسف، وتحدث عنها وأنا أتألم على علي. معروف سيلفستر؟ أنا بس بحب أشرح الأفكار الرئيسية. سيلفستر ستالون، يمكن ما حد بيعرف شو الجوب تايتل تبعه قبل ما يروح للتمثيل وروكي، وذكاؤه بالمناسبة ذكاؤه هو حركي لغوي. سيلفستر ذكاؤه حركي لغوي، استثمره صح. كان يعشق الملاكمة، بعشق الملاكمة، كان يحضر دائما الجولات بين محمد علي كلاي وجو فريزر، بيعرف الجيل القديم، هذول كانوا أبطال العالم في الملاكمة البوكسينج، علي كلاي ومحمد علي كلاي وجو فريزر، دائما هذول المتنافسين الرئيسيين. وهو كان بيكتب، فكتب قصة روكي اللي هي فيها البوكسينج والكذا، وكان حاب يمثل، فراح على شركات الإنتاج التلفزيوني وراح على هوليوود. في أحد بيقول رحت على هوليوود، قالوا لي أنت مين؟ أنت مين أنت؟ قال اسمي. قالوا له انت مين اصلا تمثل؟ شو تمثل؟ برا قصه تافهه، اطلع برا. لف على 20 دار نشر، وكان عنده شرط واحد، انه انا لازم امثل اللي كتبته لاني انا فاهم شو اللي كتبته. احد دور النشر واللي بتشتغل بالاستوديوز والها قالوا له ماشي بنخليك تمثل، بس مش راح نعطيك اكثر من 150 دولار. قال اوه 150 هو انا لاقي 150؟ تعرفوا شو كان بيشتغل؟ بس عشان اوضح لكم شو كان بيشتغل، كان بيشتغل حارس قفص الاسود في جنينه الحيوانات، حارس قفص الأسود في جنينة الحيوانات، سيلفستر ستالون. يعني التايتل كويس، أنا دائما يعني منرحب فيه سيلفستر. ها منيح إنه مش حارس قفص القرود، هو حارس قفص الأسود، يعني برضو مع الأسود اللي بيمشي مع الأسود بناله جانب لها. وبعديها دمر العالم على شباك التذاكر وطلع، بس كان آمن بمجهوده وأصر على إنه هو يمثل لأنه عارف القصة تبعته وعارف البوكسينج تبعته، فوصل. حبيبنا الثاني بتعرفوه أكيد، ستيف جوبز، من فشل إلى فشل ثاني، إلى أبل طردته في 78، إلى 92 رجع طردوه مرة ثانية، قالوا له أنت بالمرة سلامتك، وهو اللي أسقط نوكيا، وهو بإصراره على إخراج أبل لتخرج إلى ماركة عالمية بعد ما كانت. أنا بتذكر لما درسنا هندسة أول حاسوب اشتغلنا عليه في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية كان أبل ماكنتوش، ما كانش معروف كثير أصلا في العالم، تمام؟ معلش أنا أولد ستايل يعني في التعلم، لكن برضو عشرنا الكمبيوتر الحادي طبعا بالجامعة، برضو بال84 درسنا على الحاسوب العادي الطبيعي. فهذا ستيف جوبز، من فاشل إلى فاشل إلى فاشل إلى نجاح، ويكسر شركة كاملة اسمها نوكيا، أخفاها بفكرة واحدة اسمها تاتش سكرين. أكيد ما حد بيعرف عن ستان ميلر. ستان ميلر، بس أوضح لكم شو هذا الشخص. ستان ميلر طفولته كان بحب جمع الأمثلة القديمة من الشعوب، يعني مثلا شو الأمثلة الصينية بتحكي؟ مثلاً خطوة الألف ميل بتبدأ بخطوة، يجمع أمثلة، الأم العربية شو بتحكي أمثلة، الطليان شو بيحكوا عن كذا إلى آخره، وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، وكل الطرق تؤدي إلى روما، وجمع الأمثلة كلها. بعدين طلع في خلطة عجيبة كيف ربط ثقافات الشعوب بكتاب له علاقة بالأمثلة الشعبية، وصار غني مش طبيعي، بس من وراء عشقه لموهبته اللي بطفولته اكتشفها وعرفها. إحصائيات أتألم وأنا أتحدث عنها، لكنها إحصائيات واقعية نشرت في الهارفارد بيزنس ويك وهارفارد بيزنس ريفيو. 75% من الطلبة لا يستطيع أن يعرف كيف يختار تخصص الجامعي، وللأسف التخصص الجامعي بيختار الطالب مش الطالب بيختار تخصص الجامعي، ومرات الأهل وجلبابة أبي ويا ولد أدرس كده أحسن لك، إحنا من خبرتنا في السوق أي سوق. 60% من الطلاب بيغيروا تخصصهم من 75، 60 من 75 يعني حوالي 45% بغيروا تخصصهم اللي انفرض عليهم، 40% ببدلوا التخصص من سنة أولى، بقول لك يا عمي أنا مش هنا. بالمناسبة أنا أول ما دخلت الهندسة، أول ما دخلت الجامعة الأردنية كنت من المتفوقين للمملكة الأردنية، يعني كنت السابع على المملكة، فطب هو كان يا طب يا هندسة ما فيش يعني. فأول سمستر درست طب لقيت حالي مش طب، قلت أنا طارق أنا مش طب، ليش مستمر؟ انا بالرياضيات ممتاز وفيزا، خليني اروح هندسه، احول هندسه بلا طب بلا مش لاقي حاجه. تحيه لكل اطباء الوطن، لان الاطباء هم في هذه الجائحه في كل دول العالم، تحيه لكل الاطباء والممرضين، هم في الواجهه الان في ظل هذه الجائحه. معظم الطلاب ينتقلون من 4 إلى 5 تخصصات قبل ما يتخرجوا، 3 من كل 4 مش متاكد اصلا انه دخل صح ولا غلط، و50% من الناس بتشتغل بتخصصها. وهي انا اول مثال، انا درست وصلت ودكتوراه هندسة ودرست في الجامعة الأردنية التي هي الجامعة الأم التي اعتز فيها، ودرستها وغادرتها بعدين إلى منصات الأمم المتحدة بثلاث هيئات في الأمم المتحدة. فهذا واقع، هذا واقع. إذن معنى ذلك في هدر في الاقتصاد الوطني، إذن في هدر في الطاقات، إذن في إعادة استثمار. لذلك أنا بدأت حديثي معك الاستثمار في مواهب العالم. بوصلتك حددها قبل أن تفرض عليك.
بوصلتك بمنظومة الذكاءات ومنظومة أسلوب التعلم تي دي ولا كذا، حددها شو اللي باشن تبعك، شو اللي بيحرك القارب عندك، شو اللي بيخليك واو لما تصحى يلا يا شمس اطلعي بدي اروح اداوم انا، يلا جو اهيد بدي امشي انا. هذا بفرق كثير، وانا اتحدث عن تجربة بفرق كثير. شوف انت في الماث، في التصوير، في وين المواضيع، مين المواضيع الاسهل، في الرياضة، في الغناء، في صدر، في ستوري تيلينج، في الرايتينج، وين انت، وين 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 اكثر اشي كنت بالطفولة كثير مؤشر مهم. لكن منظومتك القيمية، شوف وقف لي مع هذا السلايد كثير. طيب انت عشان تختار الاشي الصح، هل انت بتحب تقضي وقت اكثر مع العائلة ولا بالشغل اكثر؟ ما هذا بحدد انت مجالات اخرى ايضا، بعطيك يعني كاشف اخر، منظومتك القيمية كاشف لموهبتك ببساطة. يعني بتحب تقضي وقت اكثر مع الكتب ومع حالك ولا مع عائلتك؟ بتحب ان تكون مستقل وتعمل لحالك ولا بتحب تاخذ وظيفة براتب عالي ولو فيها تعب بس بديش ابلش في شغل انا اشتغله من اصله؟ بتحب المناصب ولا بتحب تكون مستقر في عمل محدد؟ تستمتع مع الاخرين ولا بتفضل لحالك تشتغل؟ هل تخشى الفشل والمغامرة؟ وإذا تخشاها لأي فشل، لأي حد تخشى الفشل والمغامرة؟ أنا برحب بأسئلة هنا لأنه فيها حديث كثير بدي أحكي فيه، فأرحب ببعض الإجابات والاستفسارات عن هذه، هذا السلايد بالذات، هذا السلايد بالذات. أرحب بالمداخلات. والله يا ميس نعم، إن شاء الله خيرا. إن شاء الله خيرا. ما في استفسارات عن هذا؟ في عنا نحن سؤال يمكن يكون شوي قريب من المنظومة القيمية، وهو هل إعادة هيكلة النظام التعليمي بناء على المهارات والمواهب والقدرات والقيم يكون حل الوصول بنا وبأبائنا إلى أبنائنا إلى مصافي الشعوب؟ ممتاز، سؤال جدا على الوجع. طبعاً لأنه بس سامحوني يعني أنا ما أخذت الاسم، ما أخذت الاسم يعني عملتهم دغري كوبي بيست لأنه اسم الله صار. سؤال جداً ممتاز، سؤال جداً جداً ممتاز وعلى الوجع. هو صراحة أنا أشير بتجربة سنغافورة هي في هذا الاتجاه. سنغافورة بدأت من الطفولة، من صف الأول للثالث يتم كشف الثلاث ذكاءات للطفل وين هو، ويكتبوها في سجله، يعني من الكي جي 1 السجل ينتقل للصف الأول والثاني، على الصف الثالث بيكون بين. طبعاً عندهم نموذج هلا بشير له في طرق كشف الموهبة، وبيكتشفوه، ومن الرابع حتى إنهاء المدرسة بيكون طبعاً بأخذ مواد مختلفة، يعني الكل بأخذ مواد بس كل نوع موهبة يخدم بنماذج ومناهج خاصة فيه، بحيث لما يوصل مرحلة الخيار في الجامعة بيكونوا هم كاتبين له، بيكونوا سؤال من الأستاذ رائد، بيكونوا كاتبين له إنه أنت بأربع تخصصات هي تلبي طموحك وفعلاً فيها استثماراتك، فنرجو إنك تختار الجامعة اللي بتلبي هدول الأربع تخصصات. بعطوه ريكومنديشن وبعطوا الأهل، إنه هاي ابنك هون. تخيلوا في بعض المدارس بسنغافورة إذا الأهل قالوا له لا إحنا بدنا ابننا يروح كذا، تعرف إنه بينادوا الأب والأم وبيخليه يوقع أنت غيرت مصير ابنك، عشان لو إجانا بعد التخرج وقال إنه ليش غيرتوا لي التخصص، الوالد اللي هاي توقيع الوالد. أنا بتعرف لو بدي أحاسب آبائنا وأمهاتنا في العالم العربي هذا بفتح أنا بلاوي عليهم. يا مناس ظلم ابنه، ظلم ابنه، أعطي تجربة من الجامعة الأردنية وشاب كنت أدرسه لحد الآن علاقتي فيه موجودة، وتخرج بال 2004-2005، كان يعشق اللغة العربية وذكاء اللغوي، وكان كاتب وكاتب رهيب جدا، كان يجي يعطيني قصائد ورهيب جدا في الذكاء اللغوي، وكان يعشق اللغة العربية. طبعا جاب من أوائل المملكة، فراح لوالده قال له أنا بدي أروح أدرس عربي. قال له إيه عربي؟ قال عربي أنت جاب أوائل المملكة، هم ثلاث حلول، ثلاثة ما زلت أذكر الشاب، ثلاث حلول فكر لي فيهم الليلة وعطيني الجواب بكرة، يا بطخك يا بطلق إمك يا هندسة، اختار. طبعا أسهل حل هندسة، أول إشي بنقذ الوالدة وبنقذ حاله. قاعد عندنا في كلية الهندسة، قاعد سبع سنوات في كلية الهندسة، سبع سنوات قاعد في كلية الهندسة لأنه كاره الهندسة، بس مخه عادي ما عنده مشكلة. تعرف شو سوى بعد ما خلص الهندسة وأخذ الشهادة؟ راح للوالد قال له يا حج هاي شهادة الهندسة، أنا رايح أكمل عربي، هاي أرضيت لك غرورك، هل تريد أن تضيع ثمان سنوات من عمر ابنك؟ حرام حرام، والله في عقوق أبناء، والله العظيم في حقوق أبناء، عقوق أبناء، لنحترم الجيل، لنحترم الجيل عشان نقدر نتعامل بطريقة صحيحة.
فإعادة الهيكل إلى شك هي أساس رئيسي. وأشكر الأستاذ رائد على هذه المداخلة. بدنا نعمل نموذج تعليم مرن باستراتيجيات التعليم المختلفة بوجود مختبرات الإبداع والابتكار لتنمي التسع أنواع مواهب. أسئلة اختاروا فيها الإجابات. في عنا هل يمكن تحقيق توازن بين المنظومة القيمية والجوانب الوظيفية أو التعليمية؟ طبعاً. هل الفروقات بس. الفردية تعطينا دلالة على الذكاءات؟ طبعا لا شك أنه كل شخص متميز بمجال ما، فالفروقات الفردية هي مؤشر على نوع الذكاء تبعك طبعا، بس في إلها طرق كشف راح أتحدث عنها إن شاء الله، في طرق كشف عن طريق المدرسة والأهل، لكن إذا فقدناها بدنا نضطر الواحد يشتغل على نفسه. المنظومة القيمية هي اللي بنعتبرها البوصل، البايبل، الإشي اللي ما بقدرش أحطمه، تمام؟ لكن أيضا القيم فيها يعني مرونة، بس في قيم ما فيش فيها مرونة. يعني مثلا تيجي تقول لي والله أنا عندي مهارة حلوة جدا في الهاكينج، فبدي أشتغل حرامي، بس بصراحة بجيب فلوس كثير وبعطيك منها جزء هاي الفلوس، بس يعني بدي أشتغل حرامي بقدر أجيب كثير فلوس. أنا أقول له والله شو رأيك، ذكائك والله هذا رهيب، شو رأيك؟ لا 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 لا، في منظومة قيمية لا تمس، وفي منظومة قيمية. المنظومة القيمية اللي يمكن إني أغيرها اللي إلها علاقة بالعمليات، بس اللي إلها علاقة بالسلوكيات، العدالة، النزاهة، الأمان، المصداقية، لا مجال، هذه حساسة جدا للتغيير. لكن الأخرى اللي إلها علاقة بالعمليات ما في مشكلة، تحسين، التطوير، الإبداع، الجودة، برضو قيم، لكن ممكن تكون خاضعة للأمور. فهاي المنظومة هي بتحدد أمور كثيرة. أيضا يعني هاي الأسئلة بدي أتجاوز عنها لأنه في شيء أهم منها. ليش بقول لك أنت التحديد مهم؟ تعرف إنه ثلث حياتك في الشغل؟ تعرف عن جد تعرف إنه ثلث حياتك أنت في الشغل؟ يعني إذا الإنسان بعيش 60 سنة، إذا الإنسان بعيش 60 سنة، بتعرفوا إنه 25 إلى 30 منها في الشغل؟ إذا مش يعني هذا 30% الحد الأدنى ثلث حياتك في الشغل، ثلث حياتك في الشغل، والثلث الثاني نايم لأنك المفروض تنام 8 من 24. إذا أنت ضايل لك ثلث في هالحياة، أرجو إنك تعرف أنت شو بدك إياه، شو اللي بدك إياه، علما إنه ثلث حياتك في الشغل وثلث نايم، ظل ثلث. فهو بحدد علاقات كثيرة، طريقة تحديدك. أنت من النوع اللي بحب والله تكون موظف براتب ثابت وخلاص والباقي استمتع، حر، حدد، هو حدد عشان تقدر تمشي. شخصيتك بتحدد أمور كثيرة، وهون في عوامل أعطيك إياها عشان تصنع الفرق في حياتك، عشان تصنع الفرق في حياة أبنائك. حتى لو أنت صار عمرك 50 بتقدر تبدأ من الآن عادي، ما في أي مشكلة، ولا في أي مشكلة ترى. يعني تبع KFC بلش مشروع KFC وعمره 56 سنة، 56 بلش بمطبخ صغير تحت بيت الدرج، مطبخ صغير، وبعدين ما شاء الله KFC هلا موجودة وين، هلا في دبي عندنا، هنا وفي الإمارات، في كلها وكل الدول وفي العالم، بس بلش على 56. بس احنا نقول يا ريت نبلش على 7 سنين احسن لي، لانه بستثمر اكثر. فشو العوامل اللي بتصنع الفرق؟ فراقة، فرص. اول شيء حرف الفاء فرص، هي اسمها معادلة فرق. طب هاي الموهبة كيف ألاقي لها فرصة أنا؟ يعني كيف أدخل؟ وين الفرص فيها؟ فبتوقف مع الفرص، لكن تأكد أن الرغبة هي الأساس. أنت مين اللي بحرك القارب عندك؟ الباشن، الديزاير، وبعد ذلك ما القدرات؟ شو نعمل؟ أرجو أنك تعمل هذا الجدول أو صوره الكاميرا، والمحاضرة المفروض أنها مسجلة إن شاء الله نبعث لكم إياها. لا شك الذكاء العاطفي أنا راح أجاوب عنه، لأنه الذكاء العاطفي دورة متكاملة إن شاء الله نطرح، ويحتاج مني وقفات، لكن هو مؤشر جدا مهم. كيف تعمل معادلة فرق؟ اعمل الجدول التالي. شوف، حط حلم حياتك كوظيفة، إيش بدك؟ حط لي 3 أحلام، والله حلمي إني أشتغل بكذا أو كذا أو كذا، حطهم 3. أنا بقول أحسن 3، وإذا عندك 10 أحسن 10. بعدين خذ معادلة فرق، ففرص، رغبة، قاف، قدرات. أعطي الفرص 25% من العلامة وزنا، الرغبة أخطر، الرغبة أنا بالنسبة لي بيحركني الرغبة، 50% 25 للقدرات، وقارن عموديا. مثلا والله أنا مين أكون، والله بشتغل في الميديا ولا أشتغل والله في الهندسة وأستمر فيها، حط الثلاثة. هون مثلا أنا قلت إنه الحلم الثالث أعطيته 24 من 25 كفرص نجاح، الحلم الثاني لا، فرص نجاحه قليلة 18. جيت على الرغبة لقيت حالي في رقم 1، عندي رغبة عالية، أعطيته 48، اللي بعديها 42، بعدين 35. القدرات تبعتي موجودة أعلى في رقم 2، لما جمعت بين وين حلمي اشتغلت عليه 88، خلاص الأول اشتغل عليه. هاي تصنع الفرق في حياتك، فهي معادلة سميتها فرق، فهي تشمل الفرص والرغبات والقدرات، تفرق كثير، والله بتفرق كثير.
أيضا كيف الآن نكشف الموهبة؟ في طرق كثيرة. الطريقة الأولى، طيب الحمد لله أختي شمسة، إحنا يعني مهم جدا نبث الطاقة الإيجابية. طرق كشف الموهبة، أول شيء الملاحظة، الأهل شوف ابنك كيف بيعبر، ترى بتدل كثير. بالمناسبة كلمة ما شاء الله وجدتها في العربي إحنا ما بنفهمها مزبوط، ترى ما شاء الله مؤشر موهبة. مثلا في ناس بيجوا عندك زيارة، ما شاء الله ابنك شو بتحرك، ممتاز ذكاء حركي. شوف بالكلمة كلمة يا أخي، أنت بتتابع ابنك شو بيحكي، بتتابع الناس شو بيحكوا عن ابنك. المعلم شاف كيف بتحرك كثير، ذكاء حركي يا أخي. الملاحظة أخطر عنصر في كشف الموهبة. ما شاء الله يا أخي ابنك شو مفلسف، ما ممتاز ذكاء داخلي فلسفي، ما شاء الله ابنك شو مفلسف. ها بيعتبروها تهمة، يعني كلمة ما شاء الله بدل ما تكون يعني نعمة بيعتبروها نقمة. ما شاء الله ابنك شو مفلسف يا أخي، يا أخي ما شاء الله ابنك شو حافظ كلماته، لغة إشي مش لغوي يا أخي. يعني هاي أول إشي للأهل، سهلة جدا، شوف ابنك كيف بيعبر، ابنك شوف كيف بيعبر في الحمام بغني، طب مؤشر هاي يا أخي. راخد ابنك، أنت ولا بتعرفش ابنك إن شاء الله. طيب نوع أنفاق لابنك، يعني دخله مرة نفق الشعر، مرة نفق الرياضة، مرة نفق الرياضيات، نوع الأنفاق راح تشوف له طاقة طلعت في نفقين 200%، وهي تجربة سنغافورة. جرب نوع أنفاق يا أخي. أنا هون في دبي في مدينة الكيدزينيا، موجودة في مول دبي، فيها تأخذ طفلك إلها، فيها كل أنماط الألعاب والمهن والآخرية. أول 4 مرات 5 مرات خلي ابنك يدخل على كل الألعاب هاي، يدفع مش مشكلة، ما هو اكتشف ابنك، ترى استثمار في ابنك من الصف الأول للثالث. حط كل فلوسك من الصف الأول للثالث تكتشف ابنك، وبعدين بهمنيش وين روح، بعدين إذا اكتشفته صح أي جامعة بمشي، بس ضليتك توفر فلوسك عشان تستثمر في الجامعة، يمكن ما يوصلش الجامعة تكون ضيعت الولد أصلا. استثمر في أول 3 سنوات من عمر ابنك، هذا الاستثمار الحقيقي. بعدين المرة الخامسة اترك وقول له وين حاب تروح في كيدزينيا، صدقني راح يختار النفق اللي وجد حاله فيه، مؤشر خطير يا أخي. خلينا نجرب نروح على مدن الألعاب، شوف الوسائل، نوع أنواع أنفاق الطفل، والله لا تكتشف. هذه للأهل. أما رسالتي للمدرسين، وأنتم صناع الأمل وصناع الأمة يا معلمين، وأنا رسالتي أنا أول واحد فيكم أكاديمي، نوع استراتيجيات التعليم اللي بتستخدمها في المحاضرة الصفية، 45 دقيقة نوع بـ9 أنواع ذكاءات، واشتغل على الفوكس جروبس، ونوع الطلاب، وخلي عندك شغل جماعي، وبعد المحاضرة أعطيهم واجبات لها علاقة بأنواع الذكاءات. يا أخي في مليون طريقة، لكن إذا أنت ماخذ مهنة التعليم إنها راتب مش راح تفيد الأمة. غير، أنا نصيحة تغير، إذا مهنة التعليم أرقى من أهرى أرقى مهنة، لكن طلب معلم مؤمن برسالته. أشير إلى تجربة سنغافورة، وأشير إلى مختبرات الابتكار في أمريكا. الآن في إشي اسمه مختبرات الابتكار، هي التسع أنواع من الذكاءات، كل واحدة لها مختبر بتكون موجودة في المدارس. في مشروع كبير نفذ في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع شركة أمريكية بتشتغل على مختبرات الابتكار، وكنت أنا عضو معهم في الاستشارات. هلأ هاي مختبرات الابتكار طبعاً مكلفة، يعني لما تنشئ أنت للوزارة، المدارس لا أنصح أن تنشئه لأنه مكلف المختبر، يعني ممكن يوصل $50 مليون استثمار، بس بتطلع جيل مفهوم وين ذكاءاته كلها. فمثلا الذكاء البيئي له مختبر مع ادوات قياس ومعلمين فاهمين بالذكاء البيئي، وبيطلع سجلات هائله، وهذا اللي بتعتمده سنغافوره، بيطلع بالنهايه بين طفلك تماما المدرسه من الصف الاول للثالث، اخطر مرحله في حياه كل واحد فينا، يا منضيع يا بيستثمرونا. ايضا بناء الملف الشمولي من مرحله الروضه، وهذا مهم جدا، وهذا اللي بتعمله سنغافوره، واذا لاحظ تغيرات جذريه بيرجع بيشوف علم النفس وبدرس في استبانات لكشف المواهب، طويلة شوي لكنها موجودة. أو تجلس، إحنا مرات نعمل جلسات كوتشينج، أنا أيضا دارس ببريطانيا سيرتيفايد كوتش، ففي جلسات نعملها مع ناس اللي بيبحث عن نفسه، يعني قعدت مع كثير ناس وبشوية نماذج بسيطة قدرت نقول له والله أنت هنا مش هنا، أنت كذا. فهاي أيضا ما بدكش كل هدول، أنت ارفع وعيك بنفسك، نوع الأنفاق، ارفع قول مثلا سلوك معين، أنا ليش تصرفت كذا، ادرس حالة الشعور، أنا مع القلب إذا شفت حالك هون قاعد بتعطي أكثر، ترى أحد أهم كاشف الموهبة العطاء. وين بتلاقي حالك في العطاء؟ اعرف إنها موهبتك. العطاء وين عطائك؟ الباشن في العطاء، الأخذ دمار، العطاء هو المنهج الحقيقي. فهاي من الطرق اللي بنستخدمها صراحة في كشف الموهبة. حتى لا أطيل سأتوقف هنا، نأخذ أسئلة، يعني معنا كمان ربع ساعة، أنا ما عندي مشكلة نتناقش ونتحاور حتى نوصل أكثر من ذلك.
دكتور طارق، أنا حابة أسألك ثلاث أسئلة صار لهم من أول اللقاء، ومنعتذر على التأخير من الأستاذة خنسة. بالعكس، احنا بدنا الأسئلة. عندي طفل يحب التركيب والمكعبات، هذا يعتبر من أي نوع ذكاء؟ تمام. أول شيء، الأشخاص اللي عندهم التركيب هو من النوع اللي ذكائهم له علاقة بالFD. الFD هذول أشخاص عمليين وتخيليين وعندهم إبداعات، فرصة أن تستثمري فيه. فهو عنده الذكاء التحليلي وعنده الذكاء إنه عملي، بيحول الأمور التحليلية والربط عنده إلى تطبيقات عملية. فأنصح إنك تستثمري فيه. ممكن يشتغل كثير في عمل مثلا المناهل، جماعة الجيمينج اللي بيطلعوا الجيمز وإلى آخره، هذا في هاي المجالات ممكن استثمار فيه. فهذا شخص نادر منه شوية، اللي هو بيكون بالاتجاه المربع FD، بيطلع معه إشي عملي لكن بيستخدم مهارات اللي فيها الذكاء التحليلي. هل توجد أنشطة لتنمية الذكاء العاطفي والاجتماعي عند الأطفال؟ طبعاً. يعني في أنشطة كثيرة، زي ما قلت أنا مثلاً كيف بدي أعمل تحفيز، كيف بدي أعمل مثلاً كيف أخلي الإنسان يحفز نفسه، بدي أقعد معه جلسات ونخليه أنه دائماً يكافئ نفسه لما ينجز. هلأ أنا تعودت في حياتي لما أنجز شغلة، حتى كنت منهج في حياتي، إذا إشي ممل كيف كنت أسويه؟ ممل أربطه بجائزة. يلا طارق، إذا بتخلص هاي ترى رح تطلع إشي، أربطه بإشي بحبه، رح نسوي كده بس خلص الله يرضى عليك، فأخلصها. أعطيكم مثال دائماً بضربه على حبيبنا حمودة. حمودة لطيف كيوت، حبيبي حمودة. حمودة هذا مثال، رجع من المدرسة الساعة 3 الظهر، نزل منها الباص، طبعاً محملين له الشنطة هاي اللي تعرفوها، الشنطة اللي أثقل من حمودة، اللي فيها المناهج اللي مش عارف هنا وحاشينها ومليون هوم وورك. المهم نزل حمودة من هالشنطة ودخل على البيت الساعة 3 الظهر. فأم حمودة بتقول له، حمودة بكرة عندك امتحان رياضيات، مش فاضيت لك لا غدا ولا إشي، بدنا ندرس رياضيات يلا. شو صار في حمودة؟ حمودة لسه نازل والشنطة وماكل هوا وبتقول له بدنا ندرس رياضيات. طيب تخيلت الوضع؟ طيب ممتاز. شوف حمودة حبيبي بنفس الوضع، راجع، حمودة راجع وحامل الشنطة، والدته بتقول له، حمودة أنا قررنا اليوم إنه هلأ نطلع نشتري لك الآيباد اللي كنت بتحلم فيه. واو، إيه يا أخي نفس حمودة، كيف الطاقة رجعت وكيف هناك ماتت؟ سؤال، كيف الطاقة عند حمودة رجعت وكيف ماتت مع إنه نفس حمودة ونفس الشنطة ونفس الأم؟ شو اللي اختلف؟ مدخلي لطاقة حمودة اختلف. اربط بالحافز، بطلع انت ذكي عاطفيا وطبقته عليه، صار عنده بهذا الاتجاه. طبعا الذكاء العاطفي له مجالات واسعه جدا، يعني اعذروني ان شاء الله نتوقف من هاي المنصه من سيدز مره اخرى معها، بس لا شك انها مهم جدا منظومه الذكاء العاطفي وكشفه، وفيه له استبانات كثيره. لكن انصح بقراءه كتاب دانيال جولمان، مترجم الى العربيه الذكاء الوجداني. دانيال جولمان هو الفادر اوف ايموشنال انتليجنس، دانيال جولمان، وفي استراتيجيات كثيره ينصح بقراءته. هل تحمل المسؤولية من الذكاءات؟ هذا في السلوكيات. الممتاز، سؤال ممتاز. شوف، كلما ارتفع الوعي عند الإنسان ارتفع الإدراك. إذا ارتفع الإدراك ارتفع الإحساس بالمسؤولية. إحنا مشكلتنا ليش في ناس ما عندوش إحساس بالمسؤولية، ما عندوش وعي؟ ارفع الوعي، فالوعي إطارات معرفية موجودة للجميع. كل ما زاد المعرفة والوعي، كل ما زاد الإدراك، زاد الإحساس بالمسؤولية. جولمان، ايموشنال انتليجنس، اكزاكتلي. وايضا مترجم الى العربيه بكتاب اسمه الذكاء الوجداني، بس نتاكد ان المؤلف دانيال جولمان. لا ممتاز. كل انسان له محفز، كل انسان له مدخل محفز. في ناس تحفيزه مش بالايباد، في ناس تحفيزه انه بيعطيه فلوس، في ناس ممكن اعطيه تحفيزه انه بده يطلع رحله مع اصدقائه، في ناس بدي اقرا محفزات ابنائي. وهون يعني فتحنا كثير أبواب، لكن هون في إشي اسمه مراكز الاهتمام ومراكز التأثير في علم النفس. مراكز الاهتمام ومراكز التأثير، فإذا عرفت مراكز اهتمام ابني منها بدخل بفعل شغلات كثيرة في التأثير وبعطي تحفيز. يعني هاي نظرية كثير مهمة في علم النفس. إحنا أكيد رح نوعد من خلال سيز إنه نتوقف أكيد وقفة أخرى ثانية يكون فيها أيضا يعني إلقاء مزيد من الضوء. كيف يمكن أن نكتشف شخصيات الأطفال في الحضانة؟ والأطفال اللي يسألون عن الشيء تقريباً أكثر من 10 مرات، من أي فئة؟
هذولا يعني عندهم بالمناسبة جميع الأطفال الفضول عالي جدا، هذه منهج الأطفال. ليش؟ لأنه الطفل دماغه إبداعي، لكن إمتى بيبطل إبداعي؟ لما يروح الصف الأول اللي مدارس التقليدية. بشكل عام الأطفال كلهم بيضل يسأل لماذا بتسلسل غريب، بيقول لك لماذا، بتجاوب بيرجع بيسألك لماذا على السؤال. هذا منطق الطفولة، لأنه بيقول لك الطفل الكيوريوزيتي الفضول عنده عالي جدا، فدائما بضل يسأل. فالأطفال كلهم بالمناسبة كلهم عندهم هذه البحث عن الفضول، هذا منطق الطفولة كلها بجميع أنواع رياض الأطفال. لكن أنا بدي أنوع استراتيجياتي في بالمناسبة هو أن أدعو إلى أنه في شخصية قيادية بالطفولة لازم نكتشفها، الشخصية القيادية كثير مهمة، لكن إحنا بنطفصها كثير. فكيف تكتشف مثلا طفل قيادي؟ مثلا هو القيادة بالمناسبة القيادة ولادة وليست مهارة، مع أني أنا بدرب على المهارات القيادية، بس أفضل أن يكون القائد يولد، لكن إذا لم يولد بنعطيه مهارات القيادة. كيف تعرف الطفل القيادي؟ أعطيكم مؤشرات الطفل القيادي، تلاحظ ابنك. أول شيء الطفل القيادي، غلباوي كثير، غلباوي وبحب يفرض رأيه القيادي، هو مش فاهم أنه هذا فرض رأي، بحب يفرض رأيه الطفل القيادي، تمام؟ وعنيد جداً وشخصيته مستقلة، وبيستخدم الأنا كثير، وموتر والدته مش متخاف منه، عامل حسابه أكثر من أولادها. يا أخي هالولد هذا ما... تمام هيك يعني، هيك عملت له، مش إنها بتخاف منه طبعا. حتى معلمة الصف الأول ابتدائي عامل حسابه، يعني افرض هي معلمة الصف الأول عم تشرح وهو غايب، دخل أول ما دخل إيه إجا، آه والله إجا قيادي، إحنا تن تن طن، مات الطفل القيادي. وكل طفل فيه عنده ميزة عن غيره، لكن تنويع الاستراتيجيات رجاء مع الطفولة مهم جدا، تنويع الاستراتيجيات حتى نقدر نكتشف أطفالنا وطاقاتهم. بس الأطفال كلهم الكيوريوزيتي عندهم عالية. نحن تخطينا شوي الوقت بيتمنى. لا في مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة معه. وبعد في الأسئلة عادي عم نسأل، بس حطينا نحن رابط التقييم لتقييم الدورة في حال يعني، لأن في بعض الأشخاص عم بيقولوا إنه مرتبطين بغير. ما في مشكلة، إحنا منكمل مع اللي حاب يسأله بعدين إن شاء الله، يعني 5 دقائق ونغلق بإذن الله. ابني عمره 4 سنوات وعنده تأخر نطق، لكنه حركي ويعتمد على نفسه، وما ينتظر مساعدتي. اللي يتعلموا يرسموا على جدران المنزل ويعشق الفضاء. جميل. وكل شيء يخص الفضاء، كيف جميل. أنمي عنده هالشغف؟ بشبهني هيدا. خليه يخربش على كل حيطان البيت، الله بعين أبوه يظل يدهن، مش مشكلة، لأنه هذا هو طاقته وشغفه هنا. بالمناسبة أينشتاين اتحدث على عمر 6 سنين للعلم، يعني أينشتاين، توماس أديسون على عمر 5 سنين، فما إلها علاقة أنه تأخر النطق بأمور كثيرة، قد تخرج الطاقة في عمر 6 سنين ما فيها مشكلة ستنا، بس أعطيه أنه يفرغ هاي الطاقة بالعكس، وجيبي له الأمور. هلأ فيه على الجيمز، في كثير بقدر أستخدم التكنولوجيا لتنمية جميع الذكاءات المختلفة، يعني ممكن أصير أربطه بالجيمز بالأشياء اللي إلها علاقة بأمور الخربشة والكذا والطاقة تبعته، فخليه يلعب بالألعاب اللي إلها علاقة في الطاقة تبعته، وخلي الله بعينك على والده يظل يدهن، ما في مشكلة، إحنا بدنا هاي الطاقة تخرج ويعبر عن رأيه ويعبر عن شخصيته، فهو حركي ونحترم الطاقة الحركية اللي عنده. هل ممكن أن تجتمع أنواع الذكاءات المختلفة بشخص واحد أو أكثر؟ يعني يعني شخص الواحد عنده أكثر من ذكاء؟ أكيد. بس التسعة موجودين عندك بس بنسب ضئيلة متوسطة، مستحيل التسعة يكونوا عندك، في 3 تميزك، لكن ممكن يكونوا عندك هذلاك اشتغلت عليهم مهارة اعتقدت انها موهبة، بتكون رفعت المهارة فيهم. طبعا ممكن انا ارفع ذكائي اللغوي ارفعه ويصير عندي ممتاز، بس مش فطرتي، بس برفعه وبخليه 18 من 20، وممكن ذكائي الحركي بالجم والكذا ارفعه اكيد، بس في 3 فطرية، احنا نبحث عن 3 الفطرية، هذيك بتكون داعمة اكيد. التسعة عندنا موجودة بس باللي نسب مختلف. يعني ما قدرناش نشارككم بالسعادة، مش مشكلة، المرة الجاية إن شاء الله. في ممكن تدلنا على منهج مدرسة يحافظ على مواهب الطفل وتطويره، مثل منهج أمريكي بريطاني ولا وزاري؟ أعتذر عن هذا السؤال عشان ما أعمل دعاية لمدارس معينة، معلش. يعني لا شك، أنا الله بعينكم ابحثوا، لكن في مدارس لا شك.
في مدارس، فعشان ما يكون أنا محسوب على يعني مدرسة أو انزعل مدرسة ثانية، فهذا يعني يعرفوني بأنه الإجابة عليه. لكن أكيد وزارة التربية والتعليم عندها تصنيف للمدارس، ويمكن هون في الإمارات يعني ودكتورة هند هي في وزارة التربية والتعليم بيعطوا ريتنج للمدارس، وتقدر تقرأ تقييم أي مدرسة، فاختار المدارس اللي عندها هذه النماذج. وطبعا في مدارس كثير عندها هاي النماذج، لكن انا بشيد في تجربه سنغافورة لانه انا عايشتها واطلعت عليها ودخلت في خضم هذه التجربه. وانا هون بشيد مرتين بهالمحاضره، وبترك لك the last thought take away. نقرا مع بعض. يعني بيقول لك اذا بتغير افكارك كلماتك بتصير مختلفه، يعني بس غير لي الفكره الفيجواليزيشن هذا بصير الكلمات مختلفه. لما تغير كلماتك سلوكياتك بتتغير، لما يتغير سلوكياتك بتصير هبت، لما تصير عادي بتصير شخصيتك، وشخصيتك هي بترسم مصيرك. فبلش فكر انت شو تفكر عشان تمشي الامور. وانا اؤمن دائما ان العلم للنشر وليس للحشر، وهي كل وسائل التواصل، وبسعدنا من خلال يعني سيدز انه نكون على اتصال معكم باستمرار. نشكر دكتورة هند على إتاحة هذه الفرصة للتعرف عليكم، وكما اشرت انه المحاضرة على الاغلب انها راح تكون مسجلة عند دكتورة هند، ونسعد انه نلقاكم يعني مرة اخرى على منصة سيدز.